السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة خاصة وحلقة استثنائية من حلقات الملاعب اليوم. طالعين النهاردة بدري الساعة 2 إن شاء الله بإذن الله قبل لقاء النادي الأهلي. النادي الأهلي هيلعب النهاردة الساعة 5 بتوقيت القاهرة. النهاردة نهائي إن شاء الله السوبر الأفريقي ما بين الأهلي وفاء ستيف. وفاء ستيف هو بطل أفريقيا والأهلي هو بطل الكونفدرالية. خير الدين مضوي النهاردة المدير الفني رفاء ستيف في مواجهة جريده في أول لقاءاته أو أول مواجهاته. الأهلي يسعى النهاردة للحصول على لقب جديد خارج القاهرة. الأهلي حصل على عدة ألقاب في كأس السوبر الأفريقي، ولكن النهاردة هي اللقاء الأول للنادي الأهلي خارج القاهرة. كل التوفيقات إن شاء الله بإذن الله، وكل التوفيق للنادي الأهلي في هذا اللقاء. وكان معانا امبارح حلقه برضو خاصه جدا، وانفردنا الحقيقه بجلسات خاصه جدا مع الزميل مهيب عبد الهادي امبارح مباشر من الجزائر. وكان معانا المهندس محمود طاهر رئيس نادي الاهلي، الكابتن هاني ابو ريده، الحاج محمد الرار رئيس الاتحاد الجزائري، ورئيس نادي وفاء ستيف السفير المصري في الجزائر. جبنا امبارح كل الناس، الكابتن علاء عبد الصادق، كواليس النادي الاهلي، اللاعبين، احاديث. قولوا زي ما تقولوا امبارح كان معانا داخل الكرة مع الحياة. دي النهاردة برضو لقطات مباشرة من أمام فندق إقامة النادي الأهلي بالجزائر، واستعدادات النادي الأهلي قبل التحرك. النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله هيتحرك الساعة 3 بتوقيت القاهرة، يعني ساعة إن شاء الله بإذن الله، ويبتدي النادي الأهلي يتحرك متجه إلى الاستاد. هيوصل 3 بتوقيت القاهرة يا ياسر؟ هيوصل 3 بتوقيت القاهرة إن شاء الله بإذن الله. هو اللقاء ده مرداش 5 بتوقيت مصر، صح ولا في تعديل؟ تمام ماشي. زي ما قلت لكم النهارده برضه هيكون معانا دلوقتي إن شاء الله يعني نجوم من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية، كابتن مصطفى يونس هيكون معانا بعد دقايق، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر ووحش أفريقيا. كابتن إكرامي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر هيكون معانا إن شاء الله بإذن الله بعد دقايق، وتحليل عن المباراة وتشكيل المباراة. هيكون معانا لقاءات إن شاء الله بإذن الله من الجزائر مباشر مع الزميل مهيب عبد الهادي من داخل فندق إقامة النادي الأهلي. زي ما وعدناكم ودايما زي ما بنوعدكم بنغطي، كان عندنا 3 أيام استثنائي خاص للنادي الأهلي. أهلي زمالك منتخب مصر، أي نادي بيغادر بالقاهرة أو بيكون سفير للكرة المصرية أو بيكون عنده لقاء مهم، ما بنسعاش هنا داخل أو عبر شاشة الحياة لتغطية ماتش أو نقل ماتش، لا، بنحب نعيش جمهورنا كله في الكواليس، تتابع لحظة بلحظة، تعرف في الأسرار، تعرف أهم المواضيع. كان في كلام على علاقة الكابتن هاني أبو ريدة بالمهندس محمود طاهر، أعتقد امبارح قطعنا الشك باليقين زي ما بيقولوا، جبنا الاثنين امبارح على الشاشة كانوا موجودين قدامنا. حديث الحقيقة لا أجمل ولا أروع من كده. المهندس هاني أبو ريدة أشاد بعلاقته بالمهندس محمود طاهر، أيضا المهندس محمود طاهر أكد على عمق العلاقة، 50 سنة، قالوا خبقالنا 50 سنة أصحاب. كون إن ده يبقى صاحب الكابتن حسن حمدي، كون المهندس محمود طاهر نازل انتخابات، كون الكابتن حسن حمدي بأيد السوبرين معلم، ولكن في النهاية الناس بتقعد مع بعض تبقى أصحاب، القصص تنتهي. هو ده دايما اللي بنقوله، عمر البلد دي ما هتصلح حالها، وعمر الرياضة ما هتسعى للأمام غير ما الناس تنسى خلافاتها، تنحي خلافاتها جانبا، ما نقعدش نصفي حسابات، ما نقعدش اللي يجي يشتم في القديم ويعترض على القديم وانتقد له واحاول اطلع له ورق واحاول ابوظ وشه واشوه صورته، يعني كل ده كلام الحقيقه مش هيأدي الحاجة، بل بالعكس هيرجع البلد دي دايما بظهرها ودايما هيأخرنا. رايح برضو للموضوع ده عشان اروح لموضوع غريب جدا. كل ما نقول هنقف نريح، كل ما نقول هناخد خطوه يجي حد ياخرنا. حادثه الدفاع الجوي ما صدقنا قلنا جمهور، طلعت الموضوع وطلع المشكله ورجعنا ورا، دلوقتي بقينا قاعدين بنتمنى يا ترى في دوري ولا ما فيش؟ مين السبب؟ مين اللي بياخرنا؟ مين اللي بيشدنا؟ قاعدين بندور. تحقيقات النيابه قلنا هتظهر ان شاء الله خلال ايام، وهيقولوا مين الناس ومين اللي شتم ومين اللي قبض ومين اللي عمل ومين اللي غلط، وكل حاجه هتتقال. كل ده ايه علاقته بحريق استاد القاهرة؟ امبارح الساعة 2 الصبح استاد القاهرة، مدرج من استاد القاهرة بيتحرق وجزء من الملعب ويافطة في الملعب. أنا خدت الموضوع بمنتهى الصراحة عادي، يعني عادي، ماس في 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 كابل كهربائي مفيش مشكلة، يعني موضوع برضو الهدف، وكان أوضة صغيرة فيها شوية كراكيب كويس اتحرقت، ممكن
حد حرقها، ممكن بفعل فاعل، ممكن واحد رمى سجاره. هو اصلا المشروع ما فيهوش حاجه، ده لسه بيتوضب مبنى كده صغير في الصحراء، هو ده مشروع الهدف، لان الناس بتبقى فاهمه غلط. ممكن واحد اخد حاجه من جوه فبيحرق عشان الدنيا تعمل، هو اصلا في كرسيين على ترابيزتين على شويه حاجات بتتكهن. ولكن طلعت الناس قالت الوايت نايس، ممكن الحكايه الرواق. طلعت قلت لا، حاسب اقف هنا، الكلام ده ما ينفع، مش كل حاجه نعملها كده. وطرف تالت والحق وايت نايتس والترا، لا الرجاله والشباب ما لهمش علاقه، دي قصه مختلفه، دي قصه هايفه، دي قصه ما لهاش علاقه، ما لهاش يعني ما لهاش موضوع دلوقتي من الاعراب. امبارح استاد القاهره برضو حريق في مدرج، انا قلت برضو كده ماس اي حاجه اي موضوع. النهارده المهندس اشرف صبحي او الدكتور اشرف صبحي نائب رئيس وزير الشباب والرياضه قال، صرح هو المهندس خالد عبد العزيز كان موجود هناك في استاد القاهره، وقال ان ده ماس كهربائي، ولكن يعني في شبهه ان حد حرقه او حد عمل كده، ماشي وارد. برضه في النهايه التحيات تثبت، ولكن الغريب انا مش عارف بس دبرداش صلح للمعلومه ولا لا، في بعض الصفحات تخص بعض الجماهير او بعض روابط الجماهير، صفحه اسمها الشعب الحر. طب هي دي تبع ايه يا دمرداش؟ الصفحه دي تبع ايه؟ اي يعني تبع رابطه تبع ايه؟ ناس طلعوا المهم قالوا احنا اللي حرقنا كده علشان الزمالك ما يلعبش في استاد القاهره وبتاع مش عارف ايه، وانا مش عارف حتى الصفحه دي تبع رابطه ولا تبع حاجه ولا. انا ليه رجاء واحد بس، ده اللي بتمناه. يعني في ناس عايزه في المصايب تطلع تزيد كده، يعني احنا اللي عملنا اي حاجه، حتى لو ما عملش، حتى لو اي موضوع، ناس بس الروابط المحترمه تطلع سواء التراس وايت نايس اي حاجه، يعني بس في التوقيت ده يقولوا والله احنا ما نحرقش، احنا والله ما نعملش كده. يعني احنا قبل كده مبنى اتحاد الكوره تعرض للحريق وتعرض للسرقه من شويه صيع وحراميه، كويس، سرقوه على مسمع ومرأى الناس كلها، وفي الاخر عادي يعني ما فيش حاجه. ناس قالت بقى لا ده التراس، ناس قالت ده جماهير، ناس قالت. انا بقى كان نفسي في التوقيت ده يطلع بقى الجمهور وتطلع الناس، لا يا جماعه احنا ما نحرقش، احنا بنشجع كوره، نشجع كوره، نختلف نتفق معاكم مع مسؤول مع داخليه مع ده موضوع، ولكن كده يعني بلطجه وصياعه كده اجرام كده، لا لازم الناس تطلع تقول ما لناش علاقه بالقصه دي. وانا برضو متاكد ان فيهم ناس يعني كتير جدا او معظمهم ناس محترمه وناس برضو ما تعملش كده، ولكن لازم في التوقيتات دي وفي المواقف دي يطلع يقول كده. اللي يطلع يتبنى قصه زي كده خلاص الله يسهل له صفحه بقى ام حمدي، صفحه مش عارف ايه، واحد بيقول لك انا مجرم انا حرامي انا بتاع، يا عم عيش مش مشكله شيل انت، ولكن عشان ما انتهش خرج الجمهور بره المشهد ده، خرج الرابط بره الفيلم ده، خرج القصص. واحد يطلع لك في افلام، لان دي قصص، دي ناس في الاخر هتلاقيها تبع ناس عايزين بس ايه يشدوا البلد، يزق مش هتلعبوا دوري، والقطارات مش هتمشي، والطيارات مش هتطلع، والمصانع مش هتشتغل. هتشتغل غصب عنكم، هتشتغل غصب عنكم، هتشتغل عشان الامور تبقى واضحه، هتشتغل البلد هتمشي وهتشتغل غصب عنكم، غصب عن الموجوده اللي كانت المجموعه اللي كانت موجوده. محدش هيقعد يشد ويطلع في المصايب يشمت الناس اللي بتشمت، البلد هتمشي، البلد هتمشي، وان شاء الله باذن الله الدوري هيرجع، وان شاء الله باذن الله الامور هتمشي، وان شاء الله البلد هتروح لقدام. يا رب ندعي جميعا يعني. هنطلع سريعا نشوف تقرير عن مع لاعبي الاهلي عن المباراه وتقرير صوتي عن المباراه، الاهلي في مواجهه وفاق ستيف، خير الدين مضوي في مواجهة جاريدو النهاردة، يا ترى جاريدو محضر ايه، يا ترى التشكيل اللي هتلعب بيه، يا ترى بيفكر في ايه. دي لقطات دلوقتي حصري وخاصة من داخل فندق الإقامة، ولم يظهر أحد، ما ظهرش غير الست دي، احنا مش عارفين دي مين، ومعاها الراجل ده برضو مش عارفين ده مين، والست المحجبة دي أكيد ياسر عارف هي مين. احنا الحقيقة طيب ده فندق إقامة نادي الأهلي اهو، مباشر من الجزائر اهو مهيب لسه صاحي، داخل الظهر يفطر، داخل يتغدى، داخل يدور هيعمل ايه النهارده، بيأمن على الرجاله، شوف هيعمل ايه.
يعني الرؤية لسه ما اتضحتش، ولكن اعتقد ان الدقايق ان شاء الله باذن الله، وهتلاقي اللوبي او الريسبشن بتاع الاوتيل ده بيشغي بشر، ولكن واضح دلوقتي ان ممكن يكون اللعيبه بتتغدى، واضح ان ممكن يكونوا في محاضره دلوقتي مع كاريتو بيعلن التشكيل. اعتقد ان هي اللحظات دي بتبقى لحظات عصيبه، يعني حتى امبارح كنا عملنا لقاء مع المهندس محمود طاهر ومع كابتن علاء عبد الصادق، وكانت الامور هاديه، وكان في تصريحات لرئيس نادي وفاء ستيف امبارح ان ده لقاء بكره، يعني كان بيوجه رساله للشعب الجزائري، بكره هنفرجكم الماتش ده هيبقى ازاي، وازاي هتبقى الرياضه، وازاي يبقى الادب والهدوء، وازاي يبقى الاستقبال. رد عليه محمود طاهر امبارح رئيس النادي الاهلي وقال له احنا بكره مش بس هنفرج العالم كله على لعيبه نادي الاهلي والتزامها، هنفرج بكره العالم على لعيبه نادي الاهلي وادائها، هنفرج العالم بكره على ازاي علاقه الشعب المصري بالشعب الجزائري، هو ده المسؤول، هو ده الاحترام. بعد كده تفضل الكوره في الملعب، ده موضوع مختلف تماما ما نتكلمش عليه، نقول للفائز مبروك، نقول للخسران هارضك، نتمنى ان شاء الله باذن الله فوز النادي الاهلي. نطلع مع التقرير الصوتي ونرجع سريعا مع ضيوفنا داخل الملاعب اليوم، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن كابتن مصطفى يونس، والاعلامي الكبير ووحش افريقيا كابتن اكرامي، وحديث النهارده عن نجوم النادي الاهلي وتوقعاتهم وتوقعات تشكيل جريدو وتوقعات بدايه اللقاء قبل لقاء السوبر بدقائق، اجابات كتيره واسئله كتيره، اسئله كتيره نطرحها ومصطفى يونس واكرامي يجاوبوا، ولكن بعد الفاصل. موقعة السوبر الأفريقي بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري ستكون من المرات القليلة جدا التي يتمتع فيها المارد الأحمر بقوته الضاربة قبل المواجهات والحوارات القوية والحاسمة على مدار سنوات طويلة مضت. ولمن لا يعلم الحقيقة جيدا، عليه العودة إلى قائمة الإصابات وتوصيات الجهاز الطبي للفريق، والتي تؤكد خلو القائمة لأول مرة منذ فترة طويلة من العناصر المؤثرة في صفوف بطل القرن، فتماثل الأجانب للشفاء التام وصاروا أفضل ما يكون بدنيا وفنيا لخوض المباريات، ومعهم من القائمة المحلية حسام غالي وحسام عاشور الذي تماثل هو الآخر للشفاء وصار جاهزا للمشاركة، وجاء استبعاد سعيد من القائمة لأسباب فنية وليست طبية. الابتسامة المكتومة كانت رد فعل الأسباني خوان كارلوس جاريدو ومعه علي ماهر قبل مغادرة الفريق القاهرة متوجها إلى الجزائر كرد فعل لاكتمال القائمة وجاهزية جميع اللاعبين لموقعة السوبر وما تحملهم من مفاجآت وهدايا لأبطال القلعة الحمراء في الفترة المقبلة. ترى هل يحمل اكتمال قائمة الأهلي إلى حد كبير في السوبر البشائر بعودة لاعبيه بالكأس؟ أم أن طائرة الأهلي لن تسع اللاعبين والكأس معا؟
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل الملاعب. اليوم رجعنا مع ضيوفنا ونجومنا النهارده كابتن اكرامي وحش افريقيا ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. مشرفنا كابتن النهارده. ربنا يخليك يا سيف. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ ربنا يبارك فيك. كابتن مصطفى يونس نجم استوديو الحياه ونجم قناه الحياه ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاعلامي الكبير، مشرفنا كابتن النهارده. سيف وحشني، وان شاء الله نتلم قريب والدوري يرجع باذن الله ومصر تعود، وانا بعتبر ان الكوره هي القاطره لمصر كلها وليس العكس. هاخد راي حضرتك في موضوع سريعا. الحقيقه جالي دلوقتي معلومات ان السيد وزير الشباب والرياضه من الساعه 4 الصبح موجود في استاد القاهره. القصه بقى الحقيقيه اللي اتقالت لنا دلوقتي ان 8 اشخاص دخلوا بجراكم بنزين، دلقوا جراكم بنزين على من 5-8 اشخاص، دلقوها على اليوني بولز بتاعه الاهرام ولعوا فيها وكانوا عايزين يولعوا في الملعب بتوع الامن لحقوقهم. مشهد الحقيقه غريب جدا، واصابوا جزء من ارضيه الملعب والترتان وجزء من الترتان بتاع والترتان. الملعب ايه ده بقى كابتن؟ ده انت عارف يعني ايه الترتان دوت؟ الترتان ده مواد كيماويه، انت عارف لو مسك فيه والناس ما كانوش لحقوا الدنيا. ده عشان الدوله ايديها ضعيفه، وانا لينكن ليه راي لكن مش عايز اقوله دلوقتي على الهواء، يمكن هقوله بعد كده، للتصرف الدوله الغريب اللي عملته الدوله. لكن انا مش عايز اتكلم فيه دلوقتي لان احنا مش عايزين احتقان اكتر من كده. لكن لو حد اخطا وعوقب مش حدش هيعمل حاجه. الولاد دول او مش كلهم برضو، عشان ايه افرق ما بين الناس الوطنيين المحترمين النضاف ولاد الناس والخارجين عن القانون. الخارجين عن القانون دول اللي بيقبضوا ودول اللي لهم مصالح. لما دول يتمسكوا، طب انا عايز اسال سؤال يا سيف قبل ما اكمل، هي الاستاد مش فيه كاميرات؟ تصوروا ولا ما تصوروش؟ ومين قال 8 ولا 4 ولا 5؟ طب ما يمسكهمش ليه؟ مش كده ولا ايه؟ والتحقيق مع الامن دلوقتي شغال. فالموضوع الموضوع لازم وقفت وقفه الدوله، مش بنتكلم عشان الكوره، الكوره جزء من الدوله. الكوره جزء من البلد. لكن لازم يبقى فيه حسم مع الخارج عن القانون. زي ما سمعت امبارح شوبير قابل واحد يقول له لا احنا بنخش ببلاش من 2007، ازاي ندفع فلوس يعني؟ يعني منطق غريب، منطق ملوش علاقه بالكوره. ها؟ كان الكابتن شوبير قال له انت بتشجع مين؟ برشلونه ولا ريال مدريد؟ قال له برشلونه. قال له طب لو رحت هتخش ببلاش؟ قال له لا. قال له مش عارف انا بسافر مع الفرقه وبقطع التذكره. قال له انت بتركب الطياره من غير تذكره؟ قال له لا بقطع تذكره. اشمعنى؟ مش معقول. وبعدين منطق غريب، ما انا بقول لك. وبعدين زي ما انا قلت هنا معاك قبل كده يا سيف، لما انت عارف ان ناديك في ازمه ما تساهمش في ناديك. هو انت بس هوبا وخلاص وشماريخ؟ الشماريخ ده بكام؟ والتذكره بكام؟ 10 جنيه 15 جنيه. يعني انا بقول لك من ضمن المؤامره اللي على البلد. ان شاء الله باذن الله خير. كابتن اكرامي راي حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا رايي يعني واضح وقلته قبل كده وبعيده تاني، ان دي بلطجه ولازم البلطجه دي تقابل بحسم من الدولة، وما ينفعش ان يعني شوية بلطجية يوقفوا الحياة في مصر. زي ما قال مصطفى مش الكرة بس، لكن النهاردة لو اي حد، لو انت ماشي في الشارع وحصل احتكاك مع سواء ميكروباص او سواء تاكسي وحاولت ان انت تتعامل معاه، هتبص تلاقي بلطجة ويتلم عليك سواقين التاكسيات وسواقين الميكروباصات ومش عارف ايه، ويحصل اللي احنا بنشوفه. فلازم زي مصطفى قال لازم تكون في وقفه حاسمه من الدوله، لان على ما اعتقد ان احنا دلوقتي في مفترق طرق بالنسبه لمصر نتيجه للاحداث اللي احنا بنعيشها والقرار اللي اتاخد، القرار الجريء اللي اتاخد من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالتعامل مع بتوع داعش اللي قتلوا ولادنا في ليبيا، والضربات الجوية اللي حصلت واللي بتحصل والحاجات دي كلها. فأتمنى بقى أن الكلام ده يحصل في الداخل مش في الخارج بس. لازم الشرطة تكون قوية، والنهاردة ما ينفعش أن يكون في بلطجي بيعمل كده وأسيبه. لازم يكون في، احنا بنكافئهم في الآخر، لازم يكون في وقفة حاسمة معاهم. وعلى ما أعتقد أن الأمن عندنا في مصر أو بتوع المباحث أو الأمن الوطني، قول اي زي ما انت عايز، على علم بالناس دي. فلازم الناس ديت فعلا تتلم. ليه يا كابتن ما فيش تعامل معاهم؟ يعني لو على علم ليه ما فيش تعامل معاهم؟ اتحاد الكوره اتحرق، استاد الكوره النهارده عشان الايد مرتعشه، امبارح مش عارف ايه بيتحرق، نادي الشرطه اتحرق. ايه بقى في ايه؟ يعني ما هو
انا بقول لك انا متاكد تماما ان هم على علم بالناس ديت. لا انا هرجع بس في جزئيه تانية يعني. طب النهارده الضابط ولا فرد الامن بتاع الشرطه اللي بيتقتل دوت ذنبه ايه؟ ايه علاقته بالموضوع يعني؟ فالنهارده انا عارف اكرامي دوت راجل مجرم او راجل بلطجي او بيخرب في البلد، اجيبه واحاكمه. ما ينفعش ان انا اسيبه، لان مش هنفضل كده على طول يعني. قلنا هنصبر، اه ودينا بنصبر، لكن لازم احس كمان ان في وقفه حاسمه من الشرطه ضد الناس ديت عشان الامور تستقيم في البلد. ما هو ما ينفعش النهارده ان الدوري يقف. الدوري في العراق بيتلعب والتفجيرات والضرب والكلام ده، وفي سوريا بيتلعب ما ينفعش ان عشان يعني انا هو مش كابتن عايز هنا في 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 جماعه هنا، في ناس هنا مش عايزين حاجه تتلعب، لا دوري ولا قطوره ولا مش عايزين تمشي ولا بلد. والناس دول مش معروفين؟ مش عارف والله، لازم يكونوا معروفين والا هيبقى جهاز الامن بتاعك فاشل. ان انا ما اعرفش مين اللي بيخرب ومين اللي بيعمل الحاجات دي واسيبه. الولاد بيموتوا، سواء جيش سواء شرطه، وبيحصل تفجيرات وبيحصل الحاجات دي، وناس أبرياء تاني براهم، مواطنين عادي أبرياء بيتزنقوا ويدخلوهم في حاجات وناس بتموت. ملازم النهارده لازم يكون في وقفه حاسمه بقى. لازم الحكومه تضرب بيد من حديد على البلطجيه دول اللي هم عايزين البلد تتأخر او البلد ما تتقدمش، لان ليهم مصلحه يعني. انا يمكن من يومين كنت قاعد بتفرج في التلفزيون كده، وقبضوا على ناس اللي هم حرقوا البنك بتاع شارع الهرم وفرع لا بتاع موبينيل على ما اعتقد او حاجه زي كده يعني، مش عايزين نقول الاسامي. ولاد صغيرين 17 18 سنه، منهم واحد وشه محروق وايديه محروقه. إيه طب انت ايه اللي حصل لك دوت؟ قال لك ان انا مطلوب مني ان انا كنت اصور، وانا بصور النار هبت فيا فاتحرقت. طب انت واخد كام؟ قال لك انا كنت واخد 100 جنيه. 100 جنيه عشان يحرق؟ كلهم قالوا الكلام ده. فيعني وبعدين ولاد صغيرين مغرر بيهم. بس دي مطره بقى دي ولا ايه يا سيف؟ واخدين من مين بقى؟ دي النافوره يا كابتن، قاعدين ورا النافوره. واخدين من مين؟ قالوا على اللي واخدين مالهم؟ اجيبهم بقى. واكيد اللي بيعمل كده، اللي عمل كده النهارده في استاد القاهره، او اللي عمل في مشروع الهدف برضه، هيكون ناس من دول اللي هم بيقبضوا. بيقبضوا من مين؟ اكيد هم عارفين، واكيد الولاد دول اعترفوا. فانا اجيب الناس ديت واحاكمهم بقى محاكمه سريعه. كان زمان اول ما حصلت الثوره قال لك مش عايزين محاكم عسكريه. دلوقتي الناس كلها بتطالب بالمحاكم العسكريه، لان المحكمه العسكريه سريعه جدا في اتخاذ القرار، ما بتاجلش قدامها ورق بتحكم بيه على طول، وما بيخافوش من حاجه. فاتمنى ان الموضوع دوت ينتهي في القريب العاجل، وان الدوله او الحكومه او يعني انا يعني بناشد المهندس ابراهيم محل والسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، ان لازم يكون في وقفه حاسمه في الموضوع دوت، لان الداخل اهم من الخارج. انا الخارج انا عارف انا بعمل مع مين، ولازم اعرف من الداخل انا بتعامل مع مين، ونخلص بقى من القصه ديت عشان احنا نعيش في امان وعشان الامور تستقيم، عشان الناس تعرف ان في قانون. هو ده حضرتك مهم جدا. نروح سريعا بقى للنادي الاهلي، ابتدى يظهر في الصوره جريدة اهو، دي لقطات مباشره من داخل فندق الاقامه، جريدة اهو وبعض معاونيه. يا ترى بتفكر في ايه؟ يا ترى عندك ايه النهارده؟ توقعاتك يا كابتن مصطفى للقاء النهارده؟ طبعا هو لقاء صعب، لازم نعترف بهذا، ويمكن لكن يعني انا لازم اشيد الاول بالاستقبال الغير طبيعي بالنسبه للجزائر شعبا وحكومه ومسؤولين، لان ده شيء يهمنا جدا. يمكن كان عارف حاله الاحتقان اللي كانت بيننا، لكن احنا كنا بندافع عن بلدنا، ولا نقصد اي شيء اساءه للجزائر. دول اهلنا ودول اخواتنا، واحنا حاربنا معاهم، واحنا اللي وقفنا جنبهم، وهم نفس القصه في 67 وفي 73. فالعلاقات ما بين مصر والجزائر علاقات ابديه. ويمكن هنا هفكر الناس ان اول بلد راح لها سياده المشير بعد ما تولى الحكم في مصر كانت الجزائر، فده بيؤكد مدى العلاقه اللي بيننا وبين الجزائر. لكن انت عارف الرياضه، واحنا شمال افريقيا من واحنا بنلعب يعني من السبعينيات، انا اتكلم على جيلنا احنا، ان في حاله منافسه زي الاهلي والزمالك كده، زي الهلال والنصر، زي الاهلي والاتحاد في جده، ما بين المنافسه والاحتقان شعره. بالظبط بالظبط. لكن انا اتمنى المباراه الاول قبل ما، طبعا انا اتمنى ان الاهلي يكسب، لكن اتمنى ان الامور تبقى زي الاستقبال.
خاصة بتكلم على جمهور كده الجزائري الشقيق اللي احنا كلنا بنقدره وبنحبه. لكن لو اتكلمنا في الكورة سيف، انا شفت امبارح لقاء معك حسام البدري و مهندس محمود طارق وظهر في الصورة اهو، ومهيب امبارح كان مبدع الحقيقة، وانا بحيي مهيب من 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 القاهرة وهو في الجزائر واللواء شمس. فعايز اقول اللقاء صعب، اللقاء مش زي ما احنا متخيلين، كل الناس بتتمنى الاهلي يكسب، لكن في حاجات لو حصلت من وجهة نظرنا احنا الشخصية. لكن زي ما بقول دايما وبنقول مع بعض دايما، المدير الفني والجهاز الفني هو المسؤول. الماتش صعب، النادي الاهلي بقى له فترة الدولة عندنا توقف، وانا كراجل لعيب كورة في فرق بين ان انا اتمرن وان انا العب. في فرق ان انا العب ماتش رسمي والعب ماتش حبي، الوضع مختلف تماما. احنا بقى لنا دلوقتي من ماتش الزمالك من ايام الكارثه الاخرانيه دي 15 يوم برضو، لكن لعبتنا عودتنا دايما على المواقف الصعبه، واحنا في موقف صعب. لكن الاختيار وطريقه اللعب والتغييرات والدكه دي بتاعت جريد والجهاز الفني بتاعه هيتعامل مع الموضوع ده. ويمكن انا شخصيا ما اعرفش اكرامي ايه رايه، انا مش هتكلم على سلبيات قبل الماتش، لكن لما نبقى كده مع بعض ممكن نتكلم على سلبيات، وان شاء الله اتمنى ما يبقاش فيه سلبيات. احنا مش هنتكلم على مين يلعب ومين ما يلعبش ومين الافضل ومين الاحسن، لكن بنتكلم على اسلوب لعب وطريقه لعب. دايما المدرب الناجح اللي يفرض طريقه لعبه واسلوبه، مش اللي يستنى ما بيبقاش رد فعل. حتى احنا في حياتنا كلنا بنطلب ان احنا دايما رد فعل. دايما المدير الفني الكفء ومعاه لعيب على اعلى مستوى هو اللي يجبر الخصم على تغيير طريقه لعبه واسلوب لعبه. انا افرض طريقه لعبي واسلوب لعبي. لو جريد وصل لديت اعتقد ان هو عامل حاجه كبيره جدا. هنا بتيجي بقى حاله اللعيبه يوم المباراه، ودي من اساسيات كره القدم. مهما كنت بتمرن ومهما كنت فايق ومهما كنت فت، انا حالتي ايه يوم المباراه؟ حالتي النفسيه والبدنيه والذهنيه والكلام ده كله احنا بنتكلم فيه يوم المباراه. انا اعتقد ان لعبتنا في المواقف دي بيبقوا رجاله. يعني هروح سريعا مع حضرتك للجزائر والزميل وليد عبد الهادي من هناك، نعرف اخر التفاصيل قدامنا على الشاشه، كواليس النادي الاهلي لحظه بلحظه، زور اللعيبه والمهندس محمود طاهر. مهيب مساء الخير. مساء الخير كابتن سيف، مساء الخير على كل ضيوفك الكرام. احنا نتواصل معاك على الهواء مباشره من فندق اقامه اللاعبين، والان اللاعبين كلهم نزلوا وتوجهوا. احنا ممكن يبقى معانا صوت صورة كابتن سيفي. انا مش عارف، قبل الصورة كابتن اكرام بيسلموا عليك. بوبس قبل الصورة انا بحييك على التغطية بتاعت امبارح، حقيقة انا بقيت قاعد اتفرج سعيد جدا باللي انا بشوفه قدامي وبحييك جدا، ويمكن كنت عمال اقطع فيك اول ما دخلت الاستوديو. مهيب هو في ديلي بس. معاك كابتن مصطفى بس كان بيحييك وبيشيد بيك امبارح على الحقيقه التغطيه الرائعه بتاعت امبارح. هو مهيب معانا يا جماعه ولا قطع؟ طب انتوا يا جماعه هو تليفون ولا هوا؟ طب هو التليفون فيه دي ليه؟ طيب ماشي. كابتن اكرامي راي حضرتك في اللقاء. هو طبعا زي ما قال مصطفى مباراه صعبه، لكن انا هتكلم في كام جزئيه كده خاصه بالنادي الاهلي. يعني في ظروف معاكسه للنادي الاهلي النهارده نتيجه للاصابات. يعني طبعا محمد رزق ما سافرش، وكان مفروض ان هو هيلعب جنب حسام عاشور نتيجه لظروف التجنيد او الاصابه يعني، فما سافرش. ده بالنسبه للغيابات اللي موجوده في النادي الاهلي على ما اعتقد انها مؤثره جدا. لو جينا رجعنا لتشكيل النادي الاهلي على مدار السنتين اللي فاتوا، النادي الاهلي ما اكتملش خالص فرقته كامله. بس هقول لحضرتك تصريح برضو مهم للكابتن علاء بصاد امبارح، قال ده اول لقاء النادي الاهلي بيخوضه ب 90% من لعيبته، واللعيبه كلها واقفه على رجليها. ما 90% النهارده لو قلنا ان محمد رزق من القوام الاساسي لفرقه النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت، عمرو جمال ربنا يشفيه ويرجعه قوه ضاربه، جده قوه ضاربه بالنسبه للنادي الاهلي. احنا بنتكلم دلوقتي على ثلاثه مؤثرين في النادي الاهلي. عماد متعب قوه ضاربه. حسن حرك سريعا بس للجزائر لان لعيبه الاهلي بتغادر دلوقتي، ومهيب اعتقد هيبقى معانا على الهواء. اتفضل يا مهيب.
شكرا ليك كابتن سيف مره ثانيه، ولازلنا بنتواصل معاكم من فندق اقامه اللاعبين، وزي ما احنا شايفين فريق النادي الاهلي يمكن بيستقل الباص الخاص به في يعني في طريقه الى توجه الى البليده طبعا لاداء المباراه الهامه والمرتقبه، مباراه الاهلي ووفاق سطيف، مباراه مهمه جدا زي ما احنا شايفين. كابتن وائل جمعه يعني مع يعني موجود وكله مركز، كله مركز في هذه المباراه زي ما احنا شايفين. اللاعبين صابر الرحيل وباسم علي وطبعا مسعد مسعد عوض والنجم شريف اكرامي صباح الفل، وكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. تركيز شديد جدا جدا جدا، يمكن الجو الحمد لله جو كويس جدا، اعتقد ان هو يمكن غير ما قالوا امبارح لحد الان الجو يعني كويس، ما فيش بروده الجامده قوي، الامطار يمكن هطلت الصبح على يمكن على خفيف كده. احنا قدامكم اعزائي المشاهدين من على الهواء مباشره صوره حيه وتوجه فريق النادي الاهلي الى ملعب البليده، حتى يمكن نجيب الساده ايضا الصحفيين والاعلاميين في طريقهم للتوجه. يعني عايز يعني اقول الترتيبات الامنيه مهمه جدا 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 هنا، وفي تنسيق كبير جدا ما بين الشرطه وما بين الامن، وفي تامين كامل للنادي الاهلي والباص الخاص به، والشرطه هنا قايمه بمجهود كبير جدا جدا في تامين النادي الاهلي، واعتقد اهتمام كبير او اهتمام غير مسبوق من الامن الجزائري ومن الجيش ومن الشرطه لبعثه النادي الاهلي، ان شاء الله ربنا يتممها بالتوفيق. واللاعبين زي ما احنا شايفين يمكن بيقروا بعض ايات القران طبعا، كلهم مركزين. وطبعا التشكيل يمكن هو كابتن علاء ابو صادق يمكن قال ان التشكيل هيكون في ملعب المباراه، لكن رؤيتنا للتشكيل احنا قلناها كابتن سيف شريف اكرامي هيبدا في حراسه المرمى، حسين السيد، محمد نجيب، وسعد سمير، باسم علي، وحسام عاشور موجود في وسط الملعب، ممكن عبد الله السعيد مش هيبدا النهارده، ايضا متواجد وليد سليمان ومحمود تريزيجيه، وطبعا حسام عاشور زي ما قلت، وحسام غالي ايضا متواجد في هذه المباراه طبعا، واحمد عبد الظاهر موجود بقوه مؤمن زكريا مهيب زي ما قلت، حسين السيد فعلا في تشكيله مؤمن زكريا، مؤمن زكريا طبعا متواجد. احنا معاكم لحظه بلحظه على الهواء مباشره، ويمكن مستر جريد اهو بيتوجه الى الباص، يمكن معاكم على الهواء مباشره من فندق اقامه النادي الاهلي كابتن علاء عبد الصادق المشرف العام على فريق الكره، مهندس محمود طاهر، الكل هنا خلاص في اتجاهنا للتوجه للبليده، يمكن الوقت هيكون ان شاء الله ساعه. سياده اللواء شيرين بنرحب بيك، يعني طمنا على يعني اخر ترتيبات قبل الذهاب لملعب المباراه. ربنا يكرمنا ان شاء الله، كل اللعيبه يعني مركزين جدا وربنا ان شاء الله يكرمهم باذن الله. يعني شايف كنت شايف بتتكلم مع المهندس محمود طاهر، بتتكلموا في ايه؟ لا بنتكلم يعني في المباراه وان ربنا يكرمنا، والولاد كانوا جاهزين، هو كان حاضر معاهم المحاضره وشايف انه في تركيز عالي جدا يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني. بالتوفيق ان شاء الله. يمكن احنا شايفين مهندس محمود طاهر، خلي الكاميرا على الفريق وعلى المهندس، زي ما احنا شايفين اخر استعدادات للتوجه لملعب المباراه، مباراه الاهلي وفاق سطيف نهائي السوبر الافريقي، مباراه هامه مرتقبه بينتظرها كل المصريين وايضا الجزائريين، ترتيبات امنيه عاليه جدا جدا، ان شاء الله تبقى مباراه من اجل عوده العلاقات مره اخرى ما بين مصر والجزائر. هنتواصل معاكم ان شاء الله، يمكن لو الهواء يجيبنا واحنا ماشيين بنرافق بعثه النادي الاهلي على الهواء مباشره، واحنا بنركب الباص دلوقتي وهنستقله، وان شاء الله الصوره تبقى معانا على الهواء مباشره. دي البعثه الاعلاميه زي ما احنا شايفينها، وايضا البعثه الصحفيه زي ما احنا شايفين، تركيز شديد جدا، مجهود كبير من الاستاذ جمال جبر المنسق الاعلامي للنادي الاهلي طبعا، استخراج الايديهات، خش يا محمود، استخراج الايديهات يعني اعتقد مجهود كبير لكل الناس اللي موجوده هنا، في هدوء في نظام، ودي كعاده النادي الاهلي طبعا. شمس يقعد قدام عشان يجيب الفرقه، كعاده النادي الاهلي. واحنا دلوقتي لحظات وهننطلق الى ملعب البليده، ملعب البليده طبعا الملعب اقيم فيه مباراه مصر
الجزائر مصطفى تشاكر، ده ملعب يمكن ربنا يكرم بس يكون الجماهير مش ما يملوش المدرجات، لان طبعا بيعملوا قلق جامد. معاك كابتن سيف، وايضا في بعض الجماهير حبت تصطحب النادي الاهلي. استاذ احمد عبد الصادق، قول لي يعني رايك ايه في المباراه النهارده؟ ان شاء الله باذن الله هو اللي هيمتلك وسط الملعب، هو اللي هيكون ان شاء الله هو صاحب الحظ الكبير في حصول على البطوله، وان شاء الله يكون النادي الاهلي، واحنا دايما مع النادي الاهلي صانع البسمه للشعب المصري. ان شاء الله ان شاء الله نرجع بالكاس باذن الله. باذن الله التوفيق والفوز ان شاء الله، ونحتفل بالكاس ونرجع بيه مصر ان شاء الله منتصرين باذن الله، وربنا يكرم لعيبه الاهلي النهارده ويوفقهم. يعني ايضا الجماهير كانت بترافق النادي الاهلي، ايضا رئيس نادي بتروجيت المهندس محمد الشيمي يمكن بعت ناس تشد من ازر فريق النادي الاهلي، مجهودات كبيره جدا، في ناس بتتفانى في الجهود من اجل طبعا النهارده مصر اللي بتلعب مش النادي الاهلي، كلنا ورا النادي الاهلي، وان شاء الله يعيد البسمه والفرحه لكل المصريين طبعا بعد الاحداث اللي فاتت والاحداث اللي احنا بنواكبها من حرق الاستادات لحاجات كتير جدا، في عراقيل موجوده من اجل عدم عوده الدوري المصري. اعتقد ان عوده الدوري المصري هيبقى ضربه كبيره جدا، لان هو مثال للامن والاستقرار في البلد، وفي ناس عايزه تقف قدام الحاجات دي طبعا بالاشياء اللي بتحصل. كابتن سيف، كابتن مصطفى يونس، كابتن اكرامي، طبعا الآن بيتحرك الباص الخاص بالنادي الأهلي متوجه إلى البليدة لأداء مباراة نهائي السوبر الأفريقي. زي ما احنا شايفين لاعبين مركزين جدا جدا بعد المحاضرة اللي كانت موجودة دلوقتي مع مستر خوان كارلوس جاريدو. طبعا لازلنا دلوقتي في انتظار يمكن الأول الأمن أو الشرطة بتأمن البعثة، طبعا التحرك بحساب وبوقت معين وطيب معايا، مجهود كبير جدا من الاخوه الجزائريين هنا بالفعل لازم نشكرهم عليه. طبعا الفرقه كلها مركزه، المهندس محمود طاهر، كان الاستاذ محمد روراو موجود في الاوتيل طبعا، والمهندس هاني بوريده، هيتوجهوا الى ملعب المباراه. طبعا المسافه ما بين الفندق وملعب المباراه تستغرق حوالي يمكن ساعه بالضبط، احنا الساعه دلوقتي هنا 2:15 بتوقيت الجزائر، وفي طريقنا الى ملعب البليده. ملعب البليده مصطفى تشاكر اللي هتقام عليه هذه المباراه الهامه. طبعا زي ما احنا قلنا تشكيل الفريق اللي هو الاوقع، طبعا التشكيله اعتقد انها تشكيله عامل كبير ما بين الخبره والشباب، مجهود كبير جدا ان شاء الله يكلل بالنجاح. كابتن سيف لو عايز تتواصل والصوره معاك. مهم، يا ريت لو عندك برضو بعض الاعلاميين بعض الصحفيين موجودين في الاوتوبيس، عايزين نعرف برضو اهم المانشيتات اللي نازلين بيها يعني غدا، اهم المانشيتات اللي نزلوا بيها بناء على استقبال الناس في الجزائر، توقعاتهم للقاء. طيب انا معايا الاستاذ ايهاب الخطيب، طبعا رئيس القسم الرياضي في الوطن، هيتواصل معانا. سلم لي عليها مهيب والنبي. يعني تحيات كابتن سيف وتحيات كابتن مصطفى، بيسلم عليك سيف، بيسلم عليك وكابتن مصطفى يونس والكابتن اكرامي. واهم بقى المانشيتات اللي نزلت بيها النهارده، يمكن طبعا تحياتي لنجوم الاستوديو كابتن سيف زاهر، كابتن مصطفى يونس، والكابتن اكرامي، وكل كباتن والضيوف. طبعا مباراه زي ما قلنا انها مباراه صعبه جدا، وبس اللي عايزين ناكد عليه ان الاستقبال الجيد والصفحه الجديده زي ما قال المهندس محمود طاهر، ان الاهلي ووفاق سطيف صفحه جديده في العلاقات بين مصر والجزائر، ودي الحاجه اللي عايزين ناكد عليها. ده عامل ارتياحيه كبيره جدا للاعبين، كفايه النهارده اللي فيه مدرج كامل، بس مجرد انك مصري هتخش المدرج ده بتذاكر مجانيه. كمان هقول لك على خبر مهم جدا، المهندس هاني بوريده مع الكابتن محمد روراوة اتفقوا على مباراه وديه بين مصر والجزائر، هتكون مباراه رائعه. لسه ما تحددش بقى هتلعب في الجزائر ولا هتلعب في مصر، ودي بدايه كويسه. اما مباراه النهارده مباراه 90 دقيقة على الورق، كل الإخوة الجزائريين شايفين إن وفاق سطيف هو الفريق اللي جاهز أكتر، ولكن 90 دقيقة النادي الأهلي بيركز جدا، والنادي الأهلي برضو في إيده النهاردة إنه يفرح جماهيره وكل الجماهير المصرية. بشكرك يا هاب. التشكيل أخيرا، التشكيل أخيرا الكابتن شريف إكرامي في حراسة المرمى، قدامه سعد الدين سمير ومحمد نجيب، على الشمال حسين السيد، على اليمين باسم، اثنين ديفندرين حسام عاشور وحسام غالي، وثلاثي هجومي عبد الله السعيد
ووائل عبد الله هيبدا. عبد الله هيبدا اللي متغير في المحاضره الفنيه يعني متغير دلوقتي في المحاضره الفنيه. عبد الله الاول كان هيبدا بمؤمن وتريزيجيه ووليد وفي المحاضره الفنيه على اخر لحظه غير عبد الله هيبدا وقدامهم احمد عبد الظاهر. عبد الله ومين؟ عبد الله وتريزيجيه ووليد سليمان. وليد سليمان تمام يعني زي ما احنا شايفين يمكن لاول مره كابتن سيف احنا على الهواء مباشره في الطريق في طريق النادي الاهلي المؤدي الى ملعب مصطفى تشاكر في البليده. يمكن الحمد لله سابقا لم تحدث احنا على الهواء والحد ممكن تتواصل مع ضيوفك كابتن سيف، لكن خلي الصوره للساده المشاهدين طبعا في متابعه حيه ومباشره لمباراه الاهلي ووفاق سطيف في نهائي السوبر الافريقي. لحظه بلحظه، شكرا زميل مهيب عبد الهادي. لحظه بلحظه تتبعات النادي الاهلي لاول مره عبر الشاشه النادي الاهلي وخط سيره على الهواء مباشره. مجهود من امبارح الحقيقه كبير للزميل مهيب عبد الهادي امبارح، وتغطيه خاصه وحصريه للاعلاميين الموجودين ولمسؤولي النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. ايضا حصلنا دلوقتي على تشكيل النادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو يطلع لان امبارح توقعناه، ولكن كان في شك بعدم مشاركه تريزيجيه، ودلوقتي التشكيل هو اقرب للصواب. كابتن اكرامي يعني التشكيل ده راي حضرتك في ايه؟ وحضرتك كان عندك بعض النقاط المهمه في والله يمكن انا قبل ما مهيب ما يقول التشكيل انا كنت حاطط التشكيل بتاع النادي الاهلي: شريف اكرامي، حسين السيد، سعد سمير، محمد نجيب، باسم علي، حسام عاشور، عبد الله السعيد كنت حاطه في نص الملعب، وليد سليمان، مؤمن زكريا، تريزيجيه، واحمد عبد الظاهر. طبعا فوجئنا بان حسام غالي هو اللي بيبدا المباراه، وحسام بقى له فتره بعيد عن تشكيل النادي الاهلي سواء كان للاصابه او كانت المشكله اللي حصلت مع رمضان صبحي وعلي ماهر، لكن اتمنى طبعا ان حسام غالي يكون النهارده هو الورقه الرابحه بالنسبه للنادي الاهلي. نرجع بقى للكلام اللي كنا بنقوله قبل مهيب ما يطلع معانا على الهوا. في مجموعة كبيرة من لعيبة النادي الأهلي أول مرة بيشاركوا في السوبر الأفريقي، وبعدين المباراة دي مباراة وان واي ما فيهاش رجوع أو ما فيهاش إياب، فدي برضو من الحاجات الصعبة على النادي الأهلي النهاردة، وخصوصا أن المباراة خارج مصر، وبعدين وجود جمهور متحمس جمهور الجزائر. معلش تشكيل حضرتك تاني يا كابتن بعد اذنك. شريف اكرامي، حسين السيد، سعد سمير، محمد نجيب، باسم علي، حسام عاشور، حسام غالي، وليد سليمان، عبد الله السعيد، تريزيجيه، احمد عبد الظاهر. تمام. جمهور طبعا الجزائر جمهور متحمس جدا، يمكن انا لعبت في الجزائر مباريات كتير قوي سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. لا جمهور متعطش لفرقته، متحمس جدا لفرقته، ما بيقبلش الهزيمه، ويمكن ديت اول مباراه لوفاق سطيف في السوبر. يعني وفاق سطيف ما لعبش سوبر قبل كده، يمكن برضه هو بطل افريقيا لابطال الدوري، خد البطوله مرتين، لكن دي اول مره بيشارك في السوبر الافريقي، وطبعا بالنسبه له يعني فرصة ان هو يحقق بطولة ما دخلتش الجزائر قبل كده، او يمكن دخلت مرة مش متذكر على حسب الذاكرة تسعفني يعني، لكن بالنسبة له دي أول بطولة لوفاق سطيف في السوبر، فطبعا من مصلحته أو يكتب في سجله انه بيحصل على السوبر الأفريقي، وخصوصا ان هو بطل أفريقيا وبقاله فترة طويلة ما حققش بطولة أفريقية، سواء وفاق سطيف أو بعض الفرق الجزائرية. فأنا شايف أن المباراة هتبقى صعبة النهاردة على الفرقتين، يمكن على النادي الأهلي أكتر نتيجة للظروف اللي أنا قلتها، ولكن أتمنى من ربنا يعني النهاردة على ما أعتقد أن في ناس خبرة في الملعب يقدروا أن هم يتحكموا في زمام المباراة. حسام عاشور خبرة، حسام غالي خبرة، عبد الله السعيد خبرة، أحمد عبد الظاهر برضو خبرة مع أنه ما لعبش مع النادي الأهلي في بطولات أفريقيا كتير، شريف اكرامي خبره، دول الـ يعني حوالي خمسه سته، وليد سليمان خبره برضه، يقدروا ان هم يتحكموا في زمام المباراه، وخصوصا يعني اتمنى من ربنا ان المباراه تمشي حسب توقعي، ان احنا نحافظ على شباكنا في اول ربع ساعه نظيفه. لو قدرنا ان شاء الله نحافظ على شباكنا نظيفه في اول ربع ساعه، لان هينزلوا فرقه وفاق سطيف متحمسه جدا كعاده فرق شمال افريقيا،
بينزلوا فول باور عشان يخلصوا المباراة من بدايتها. لو قدرنا إن شاء الله إن احنا نوفق في إن احنا نمتلك زمام الأمور في أول ربع ساعة أو أول تلت ساعة، على ما أعتقد إن الأمور هتمشي بالنسبة لنا إن شاء الله بشكل جيد طول 90 دقيقة بإذن الله. كابتن مصطفى، التشكيل يعني إيه حضرتك؟ أنا شايف إن طبعا هم مش هيوصل لهم الأخبار دي دلوقتي، كان حسام غالي ما يبتديش لأن حسام غالي مش في الفورمة، وكان خارج الخدمة الفترة اللي فاتت، وخارج يعني كان عنده مشكلة زي ما قال إكرامي، يمكن إكرامي متعايش أكتر مني جوه النادي بحكم إن شريف موجود. لكن أنا شايف لو الأربعة اللي قدام دول وليد سليمان وعبد الله سعيد وتريزيجيه وحسين السيد وباسم، دول لو اتحركوا صح، وأنا بقول اتحركوا، التحرك يجي من الانتشار الجيد زي ما قلت لك قبل كده. احنا مشكلتنا في مصر عدم الانتشار الجيد في الكوره. يعني مثلا تلاقي مثلا ممكن تلاقي باسم علي بينه وبين اقرب واحد 20 30 متر 40 متر، ده مش موجود في الكوره. النقطه الثانيه المهمه هي حته الارتداد. الارتداد لانك انت مش هتلعب زون ديفنس، مش هتلعب من نص ملعبك، لازم تلعب من قدام ال 18 لحد دايره السنتر. يعني ما يبقاش احنا جوه جوه جوه، يعني على قد ما يقدر نجيب وسعد سمير لازم يبقوا بره ال 18. النقطة المهمة كنت بتكلم فيها انا واكرامي لما نطلع الهوا، احنا عندنا مشكلتين النهارده. لو المشكلتين دول اتحلوا يا سيف هنكسب المباراة. الكرة العرضية والثابتة. نحن لا نجيد في الكرة العرضية والثابتة. فبالتالي لو في تركيز في الناحية ديت اعتقد ان احنا هيبقى لنا باع كبير جدا. الحتة المهمة اللي انا بتكلم فيها طول عمري في الكورة وبتكلم في الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك، اللي هو اللعب من غير كوره. انت عندك وليد سليمان امكانياته عاليه جدا، عبد الله السعيد انا شايف ان ابتدى يرجع، تريزيجيه الورقه الرابحه للنادي الاهلي. لو لعبوا الثلاثه مش متمركزين او في خطوط طوليه الثلاثه، اعتقد لو حصل هارموني بينهم مع حسين السيد مع باسم علي، اعتقد ان هو هيبقى شكله خطوره كبيره جدا على وفاق سطيف. لكن انا عندي مشكله ولازم اقولها. احمد عبد الظاهر عنده مشكله، لما تيجي تلعب براس حربه واحد لازم يبقى محطه، وهو لا يمت لهذه الميزه بصله. بمعنى ان كل كره هتوصل له هتتقطع منه، لانه من ساعه ما جه النادي الاهلي في ماتشات افريقيا ما بيعرفش يقف على الكوره عكس عماد متعب. النقطه الثانيه ما بيختارش الاماكن ان اللي يوسع للي تحته. ما الفرق ما بين عماد متعب واي حد ايه؟ انه بيعرف يلعب اللي حواليه، بيعرف يخلق لهم مساحه. عبد الظاهر ما بيعملش دي. عبد الظاهر لما تلعب براس حربه واحد لازم يعمل عمق في قلب الدفاع عشان يعمل مساحات في ظهره اللي جاي من تحت، واخد بالك؟ لكن عبد الظاهر لو راح على الاطراف وراح عمل كده، فبالتالي هيخلي واحد من الثلاثه يكمل في القلب، فبالتالي هتفقد ميزه الثلاثه ان هم بيعرفوا الثلاثه يجوا من تحت. النقطه الثانيه العكسي، الكور العكسيه، حسين السيد وباسم علي التغطيه. احنا عندنا مشكله في الملعب، وانا اعتقد من وجهه نظري الشخصيه ان لاعب حسام غالي او ابتدى بيه، لان حته الطول عندنا مش متوفره في الملعب. طب في ثلاث نقط مهمين جدا كابتن حضرتك علقت على حسام غالي، قلت اصل بقى له فتره بعيد، حسين السيد بقى له فتره بعيد برضه، دي نمره واحد. نمره اثنين، جريدو دايما كان عايز يعمل ثنائيات في بداياته ويلعب عبد الظاهر وعماد متعب، ما نجحتش معاه وبقى مره يدل ده ومره يدل ده. برضه النهارده دايما بيتمسك بوليد وعبد الله. هل وليد وعبد الله السعيد الاثنين شبه بعض؟ الاثنين ممكن يلعبوا جنب بعض؟ ما انا قلت ايه؟ الانتشار، بمعنى الانتشار ان كل واحد يتحرك في المساحه الفاضيه، لما انا اجي في نص الملعب يروح هو متطرف، لما انا اخش الجول هو طالع، ان يبقى في تبادل في الكوره، تبادل والكوره متحركه مش الكوره ثابته، عشان نوصل المعلومه صح. لانك انت تلعب وانا كراجل كنت مدافع، لما انت تجيلي والكوره ثابته ما فيش مشكله انت بتريحني، لكن لما تاخدني وتروح على الطرف ولا تنزل لتحت هنا مشكله، لان انا مش ضامن الزميل اللي ماسكه مثلا اكرامي هيكمل معاه. فمن هنا هو بيحب يلعب عبد الله السعيد ووليد سليمان، لان الاثنين عندهم تحركاتهم ايجابيه في الثلث الهجومي، وبعدين الاثنين بيعرفوا يشوطوا والاثنين بيعرفوا يلعبوا كور ثابته، بس الاثنين ما بيعرفوش يعملوا اللي حضرتك بتقول عليه وهي الارتداد. ما انا بقول لك او ان هو يقفل الملعب. ما عشان كده بنعمل ايه؟ بنقول ايه؟ لازم يلعبوا كتله واحده عشان نضيق المساحات. لما تضيق المساحات، لما تقطع الكوره يبقى في تغطيه، في ترحيل، في ضغط.
لما تستلم الكوره وتبتدي بالكوره يبقى في تقارب خطوط. عشان كده انا في بدايه كلامي قلت لك ايه؟ الانتشار الجيد، وانت بتدافع وانت بتهاجم. ومش معناه ان احنا ناخد المبادره زي ما اكرامي بيقول وحسام البدري قال امبارح انك انت تضغط عليهم وتهاجم من قدام، مش هيحصل، مش هتقدر، لان الظروف مختلفه هناك، الظروف مختلفه. حتى لو عملت ده لازم يبقى بحساب دقيق جدا. يبقى هنا الدور الكبير على مين؟ على حسام عاشور وحسام غالي والباك العكس اذا كان حسين السيد او باسم علي، لان لعيبه الجزائر والمغرب وتونس من اللعيبه اللي بتقرا الملعب. يعني حسين السيد بيروح يبقى روحه، هتلاقي اول الكره ما اتقطعت لا اتلعبت في الحته بتاعته، اتلعب في الفاضي في مكانه الفاضي. فبالتالي حته نجيب والاثنين اللي في الديفندرين دول عليهم مهمه كبيره جدا، واحنا للاسف لا نجيد 4 4 2 ولا 4 2 3 1. بس هو ما بيلعبش النهارده 4 4 2؟ لا بيلعب انا بتكلم على الاربعه اللي ورا ايا كان مين. اه هو بيلعب 4 2 3 1. ايوه بالظبط. برضو احنا قلنا قبل كده سيف كتير معاك، المشكله مش الورق. آه. المشكله الملعب. بس دي شبيهه بالملعب يا كابتن، يعني 4 2 3 طيب. 1 دي طيب. شبيهه بالملعب. طيب لان حضرتك هقول لك حسام غالي تقدم وبقى قدام هتبقى بيلعب كام؟ حسين السيد في التلت الهجومي عشان بس الناس تبقى عارفه، وحسين السيد وباسم علي ده بيلعب لباسم علي بيلعبوا بكام؟ بيلعبوا بكام؟ 4 3 3 3؟ عشان كده بنقول ايه؟ الورق مش مهم، طريقه اللعب مش هي دي القضيه، انك تلعب بفرودين. وانا اسمع المذيعين والمحللين لازم يلعب بفرودين، يعني ايه تلعب بفرودين؟ عشان ايه؟ طب ما انت بتلعب فرودين وانت قلت بيلعب بالاثنين وما فيش اجابه. ممكن حضرتك تلعب بفرودين لو عند حضرتك حد هيعمل محطه او هينزل يستلم. عشان العب بفرودين يا سيف لازم واحد هارد ورك مثلا، نقول عمرو زكي ميدو. بالظبط. هي دي ده اللي انا كنت هقوله. واحد تاني بتاع كوره بتاع تحركات بيجي من تحت بيسرق المدافعين، وبعدين لازم عينهم تبقى في عينين بعض على طول. ما ينفعش انا كمهاجم وانت كمهاجم، انت في وادي وانا في وادي. يعني لما كنت بلعب انا واكرامي واحنا بنلعب ادينا ادي بتتكلم في جول وسرد باك، انا ودني مع اكرامي لان اكرامي اللي بيلاعبني، لان اكرامي الاخراني والباقي اللي قدامي ودنهم معايا لان انا اللي بلاعبهم وانا اللي بحركهم. فبالتالي لما يبقى في الودين ما بيشوفوش وشهم في وش بعض، هيلعبوا مع بعض ازاي؟ والقضيه برضو زي ما بيتقال في الاستوديوهات، وانا ضد الكلام ده تماما، اللي يقول لك اصل هم ما لعبوش مع بعض. طب والراجل اللي اتحرك بتاعنا الجديد ده اسمه ايه؟ ايبي. الواد اللي جاب الجون وراحت اتعملت له وحطها له، دي كان حد كان هم اتمرنوا مع بعض وقالوا اعملوا الكوره دي. لا طبعا، بس عايز اقول لحضرتك حاجه برضه يا كابتن، في ثنائيات ما بتتعمل مع الوقت خلاص. يعني عماد متعب مثلا وفلافيو، لا ده دول لعبوا وقت طويل. لا كابتن كمان في جمل بيتحركوا فيها، يعني عماد وفلافيو انا فاكر واحنا قاعدين بنتفرج الجمله اتكررت اللي بتفوت ويحطها له من جوه 700 مره. حافظ ان هو واقف هنا عارف بيوسع له ازاي. برضه في الجناحات لما بيبقى فيه برضه ثنائي في الجناحات بيعملوا جبهات برضه مختلفه. ما عشان كده بنتكلم في اسف. انت قلت ايه؟ قلت الجبهات. ما قلتش الاطراف. قلت ايه؟ الجبهات. الجبهات. يعني عشان كده بنقول ايه؟ الانتشار جوه الملعب. لما يبقى في باك رايت لازم يبقى في الديفندر اللي جنبه، والفرود قطع قدامه، والراجل اللي الثاني الديفندر تحتيه، والراجل الثاني ضمم لجوه عشان يبقى فيه ما اغرقش. مش انا استلم الكره ما الاقيش حد اديله. عشان كده بيقول ايه؟ جبهات. والعكس هو اللي بيغطي، والعكس هو اللي بيعمل الديلي تحت. عشان كده بنقول ايه؟ في طريقه لما بتلعب باربع مدافعين في التلت الدفاعي تحتك او التلتين ما ينفعش الاثنين يطلعوا. لازم لما توصل في التلت الهجومي الاثنين يطلعوا، يبقى واحد طرف وواحد مهاجم من الناحيه الثانيه، مهاجم عكسي. وهنا اللي بيقوم بالتغطيه مين؟ الاثنين المدافعين او السرد باك اذا كان بيلعب واحد بس والباقي متاخر. الموضوع الكره ده اصله موضوع ممكن نتكلم فيه كتير جدا، لكن لاعبتنا عايزه ايه؟ هو ده الفيصل النهارده في المباراه، لكن ربنا يوفقهم. الكور السبت هيبقى لها عامل كبير لينا كمان بالنسبه لوليد سليمان وبالنسبه لعبد الله سعيد. اتمنى ان احمد عبد الظاهر النهارده يوفق. اتمنى انه يوفق النهارده. كابتن اكرامي، شايف النهارده ان شريف اكرامي النهارده عليه دور كبير في تحريك الفريق؟ هو طبعا يعني نتيجه للكلام اللي قاله مصطفى والظروف بتاعه المباراه هيبقى في عبء كبير جدا على شريف اكرامي النهارده، وخصوصا زي ما قال مصطفى في الكرات العرضيه والكرات الثابته، لان فرق شمال افريقيا بتتعامل معاها بشكل جيد. هيبقى عليه عبء كبير لانه مفروض
ان هو من اللعيبه الخبره اللي في النادي الاهلي بجانب حسام عاشور وحسام غالي ووليد. كابتن اكرامي شريف من الاجوان اللي بتتكلم كتير، بتوجه كويس، بتوجه كويس بس مش عمال على بطال. يعني بيوجه كويس وعارف امتى يوجه وامتى يتكلم مع زميله، حتى لو زميله اخطا ما بيحسسوش بالخطا. ما كنتش بتعمل كده انت ليه؟ لا انا كنت على طول بشيل اخطائك على طول. بيوجه صح، رؤيته للملعب كويسه، بيبقى شايف خط الظهر بتاعه واقف ازاي. بقول لك يا ابن المكان، احنا لنا صولات وجولات مع بعض. لازم 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 الجون يتكلم كتير ولا مش قاعده؟ ما هو ما انا ممكن اتكلم كتير مش مؤثر، عمال على بطال مش مؤثر، مش مؤثر. وممكن يكون الكلام قليل بس توجيه صح. يعني النهارده لما انا ببقى شايف، لان المفروض ان حارس المرمى ده اخر واحد في الملعب، فشايف الملعب كله سواء خط الظهر بتاعه او خط النص او الفرود، فبيوجه صح وخصوصا توجيه على الاطراف. يعني النهارده هو بيبقى شايف الكوره سواء من اليمين او الشمال وعينه على الناحيه العكسيه وبيقدر يوجه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه يمكن هخرج عن الكلام ده. لا اكمل مع شريف دقيقه بس. هو شريف لا بيزعل قوي ولا بيفرح قوي، هو انفعالاته داخليه. يعني ايه يا كابتن بقى انفعالاته داخليه؟ انا ما كنتش كده. لا انا كنت كده برضه، انفعالاتي بتبقى داخليه. يعني عمري ما زعق لزميل. يا كابتن لا، بس ما بتكسب بتفرح، اما بتخسر بتزعل. يعني يرقص ويعمل بعد المباراه شيء، وجوه المباراه شيء. شريف يا كابتن ما فيش رياكشن، هو ليه كاركتر كده لوحده. يعني بيحب ان هو يعني يحتفل او يفرح مع نفسه ويزعل مع نفسه، ما بيحبش سوري يعني ما بيحبش الزيطه يعني ايه كدابين الزفه. لا شريف ما بيحبش كده خالص. بيحب ان هو يعني هو شريف رزين جدا وعاقل. يبقى ده كداب زفه يا كرم. في ناس كتير بعد المباراه، يعني هقول لك على حاجه. لا بعد المباراه تبقى مبالغه يعني. تقصد بطوله افريقيا اللي حصلنا عليها الاخيره ديت، شريف اتحدى لو في كاميرا جابته وهو بيفرح مع اللعيبه. خالص يروح خارج على اوضه اللبس. يخرج. حد صد بنالتي مثلا، عمل بايديه كده الحركات دي يا كابتن. هو انفعالاته داخليه. حتى في البيت، يعني في البيت معانا انفعالاته داخليه، يعني مش من النوعيه اللي هو يظهر فرحه او يظهر حزنه. بص حضرتك بقى ده انفعال عامل ازاي. ده السوبر ده. ده كونفدراليه نهائي. لا اصل انا هقول لك حاجه كرامي. لا دي كونفدراليه. لكن السوبر المصري لو تتذكر، الاهلي والزمالك، شريف حتى بعد كوفي ما ضيع ضربه الجزاء وحصلنا على السوبر كانت انفعالاته عاديه جدا. لعيبه جت ونطت عليه ومش عارف ايه والكلام ده، وخد بعضه بعد ما خلص الزيطه دي وراح داخل على اوضه اللبس. بيقعد لوحده وبعدين يطلع يستلم ميداليته. هو ده من صغره هو كده، مش على كبر يعني. حتى في لما كان في هولندا برضه كان كده. يعني مش عايز اقول ان هو يعني في نوع من البرود شويه بالنسبه له، لا. بس هو طبيعي حتى لو اخطا في الملعب ما تحسش ان عليه انفعال الخطا او الغضب. لا بيحتفظ بيها لنفسه ويؤنب نفسه داخليا. فهرجع بس الجزئيه الخاصه بمباراه النهارده. عمالين نتكلم ومصطفى يقول الاطراف وانت تقول الجبهات ومش عارف ايه. 90 دقيقه النهارده 11 لعيب في الملعب رجاله، يا يرجعوا بالكاس يا ما يرجعوش بالكاس. سواء بقى طريقه مش طريقه، خطه مش خطه، امكانيات مش امكانيات، ملهاش علاقه خالص. زي انا هفكر مصطفى بنهائي افريقيا 82 في كوتوكو. كابتن جوهر رحمه الله عليه قال التشكيل قدامنا. بس حضرتك خبر عاجل، الاستاذ القاهره بيرحب باستضافه لقاء منتخب الاولمبي مع كينيا اول مارس، يعني 1 مارس ان شاء الله. احنا مستعدين نستقبله كنوع من التحدي يعني، وواضح بقى ان البلد هتاخد سكه ثانيه. وهيلعب برضه الزمالك في الكونفدراليه على استاد القاهره، مش هيتنقل يعني ان شاء الله. انا يعني ان شاء الله انا واثق من الكلام ده. هفكر مصطفى بمباراه نهائي افريقيا 82 في كوتوكو في كوماسي. كابتن جوهر رحمه الله قال تشكيل الفرقه وقال الطريقه اللي هنلعب بيها والكلام ده. احنا نزلنا الملعب 11 لعيب عايزين نرجعوا بالكاس. طريقه ايه بقى؟ مين يروح هنا مين يروح هنا، مين اللي يغطي مين اللي يروح؟ مفيش كلام من ده خلاص.
احنا كان هدفنا لا يا كابتن واحده الكاس. واحده بقى معلش حضرتك بتنزل النهارده بعد محاضره طول عمرنا نسمع ان حضرتك النهارده اللعيب بينفذ كلام المدرب لان ده عليه فاتوره وده عليه فاتوره. حلو حضرتك دلوقتي بتقول لي احنا بننزل انسى بقى الكلام اللي انت سمعته كله قصه بتختلف. لا ما كلامي واضح في خطوط عريضه في فرق بين انت ملتزم بيها انسى الكلام اللي اتقال وفي فرق بقول ان انا نازل ال11 لعيب عايز ارجع بالكاس. تمام خلاص تمام بمعنى سي مصطفى كان بيلعب وماهر همام قدامي مصطفى ترقص ماهر همام داخل رامي نفسه على اللاعب طب ما تقول العكس يا كرامي ما انا حكام ماهر اترقص او سي اي واحد لا كل واحد عايز يغطي زميله ما يحسسش الناس باخطاء زميله فده اللي انا اقصده ان النهارده انا في هدف قدامي عايز اوصله ايه الهدف الكاس مصطفى اخطا معلش يا مصطفى ماهر اخطا معلش يا مصطفى فلان الخطيب مصطفى عبده مصطفى عبده اصيب في المباراه ديت وخرج طاهر نزل لعب مكانه وطاهر نزل مكانه مصطفى عبده بعد ما الخطيب جاب الجون اللي هو التعادل فقع سبرنت في الملعب كانه سليم نسي ألامه نسي الاصابه بتاعته هو ده اللي انا اقصده حافز يعني النهارده التشكيل موجود اهو على الورق لكن هنفترض ان حسين السيد اتضرب وليد سليمان هو اللي هيبقى مكانه خلاص وممكن ما يكونش الجريده قال الكلام ده دي هتبقى دافع من جوه اللعيب ملهاش علاقه حسام غالي وحسام عاشور النهارده عبد الله السعيد ما وفقش يبقى لازم حسام غالي وحسام عاشور دول رجاله في الملعب لازم يبقى في نوع من الحميه بالنسبه للعيبه ما عشان كده بقول لك ايه مباراه ونوي ملهاش رد 90 دقيقه التسعين دقيقة فيهم حاجات كتير قوي لفرقة النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي والمصر يعني احنا بقالنا فترة للأسف في إخفاقات بالنسبة للكرة المصرية سواء معلش أنا ما أقصدش حاجة يعني لا يا كابتن أنت صاحب بيت براحتك ما أنا بقول لك يعني بالنسبة للمنتخب الأول ومنتخبات الناشئين ده أنا ساعات على كلام حضرتك احنا جزء من المنظومة ولو ما فيش يا كابتن دوري هتزيد الاخفاقات اكتر وهيزيد الانهيار بالظبط وهتزيد اللي احنا عايشين فيه عشان برضو الامور تبقى واضحه فانا شايف ان النهارده ان شاء الله فرقه النادي الاهلي برجالتها بجهازها بمجلس ادارتها بجمهورها ان شاء الله يفرحوا مصر النهارده عشان ترجع البسمه تاني وعشان الامور تستقيم لان ما ينفعش ان يبقى الاخفاقات على كل المستويات ولو تتذكر برضو من سنتين برضو لعبنا من غير جمهور وكنا بنلعب في الغردقه كان النادي الاهلي بيلعب في الغردقه في الجونه بدون جمهور والملعب طبعا انت عارف وبنلعب في افريقيا والحاجات دي كلها وحققنا بطوله افريقيا عشان كان في نوع من العزيمه والاصرار من لعيبه النادي الاهلي على ما اعتقد ان المجموعه اللي موجوده دلوقتي ديت لا تقل حماس ورجوله عن المجموعه اللي انا بتكلم عليها لان تقريبا في منهم يمكن باستثناء حسين السيد غالي وعاشور وعبد الله السعيد ووليد سليمان وشريف اكرام دول المجموعه اللي حضرتك تقدر تتكلم عليهم اللي موجودين من الفرقه القديمه ايوه ما انا بقول لك يعني الولاد التانيين اللي هم دخلوا موجودين في الفرقه القديمه شريف اكرامي عاشور غالي عبد الله السعيد ووليد سليمان اللي موجود حسام عاشور لا محمد نجيب كان موجود لا ما احضرهم في الاخر حسام غالي كان موجود ووليد سليمان كان موجود الفرقه بتاعت بركات الجيل الهايل ده ما كانوش حد موجود منهم غير حسام عاشور بس شريف جه متاخر جه متاخر شريف برضه جه متاخر جه متاخر ما حضرش معاهم كتير يعني خلاص كتير فانا اقصد ايه ان اي 11 لعيب كل دول جداد يعني للنادي الاهلي حسام عاشور فقط اي 11 لعيب للنادي الاهلي بيحملوا لواء النادي الاهلي والكره المصريه فانا شايف ان النهارده باذن الله يعني اتمنى من ربنا ان هم الولاد يوفقوا ويكونوا رجاله في الملعب وما يلاقوش من حاجه خالص لو ما قلقوش من حاجة هتبص تلاقي الأمور إن شاء الله بتمشي معهم بسلاسة وإن شاء الله يقدروا يرجعوا بالكاس بإذن الله بس حضرتك يعني نجم النادي الأهلي برضو منتخب مصر أكيد أنت قاعد وأنت بتمسك الورق كده وقلم بتقول إيه أنا أتمنى ده يبقى موجود في الملعب هيفرق في ماتش النهاردة مين حضرتك اللي أنت كنت بتقول كده أو مستنيه كابتن سمير أنا شفته امبارح في الفندق على فكرة أنا طبعا كنت أتمنى أن يكون موجود عماد متعب كنت أتمنى أن يكون عماد متعب موجود انا كنت اتمنى واحد تاني كمان وكنت اتمنى ان عمر عمرو جمال يكون موجود ورمضان انا كنت اتمنى يبقى رمضان صبحي رمضان هيبقى ورقه بالنسبه لجريده على دكه الاحتياطي ان شاء الله
لكن انا شايف ان التشكيل النهارده لا تشكيل كويس مش وحش. ما احنا عايزين نقول مين اللي بره يا كرامي؟ بقى انت عندك بقى بره هتبص تلاقي في مصعب عوض، شريف عبد الفضيل، سوري شريف حازم. هاخد حراك سريعا بس حاجة محمد ابو ابو عضو مجلس اداره نادي الاهلي ونعرف منه يعني اخر ترتيبات الفريق واتصاله بيهم من هناك. حاج محمد مساء الخير. مساء الخير كيف حضرتك؟ ازيك يا حاج؟ الله يخليك. الكبار الكابتن مصطفى يونس والكابتن اكرامي. ابو حميد ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا ابو اب؟ حاج محمد يعني حضرتك بلغنا كان في اتصال النهارده مع المهندس محمود طاهر، اخر الترتيبات ايه؟ لا الحمد لله يعني كان امبارح والنهارده كملنا الحمد لله كله تمام. وانا بقول ان شاء الله باذن الله اي 11 راجل هندسه فنيه في النادي الاهلي وطبعا كباتننا موجودين ان شاء الله باذن الله يمثلوا النادي الاهلي كويس ان شاء الله. رب احنا واثقين في ربنا وفي لعبتنا الفوز باذن الله ان شاء الله، ربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله. هل في حديث مع المهندس محمود طاهر امبارح على استقبال يعني استقبال اكتر من رائع لفريق النادي الاهلي في الجزائر؟ وامبارح الحقيقه كان في يعني عشاء مع المهندس هاني ابو ريده ومع الحاج محمد روراوه ورئيس نادي وفاء سطيف، وكانت العلاقات الحقيقه على ما يرام وتصريحات امبارح قويه من المهندس محمود طاهر والمهندس هاني ابو ريده على حسن علاقاتهم الاثنين مع بعض، لان قد ترددت يعني اقاويل دائما ان هناك خلاف بين المهندس هاني ابو ريده والمهندس محمود طاهر. لا هي الحمد لله ابتدت من هنا كابتن سيف، من السيد سفير الجزائر هنا وتعاونه ودعوته لينا واستقباله دعوتنا في النادي الاهلي ان هو يجي وان هو يمنح التاشيرات كلها للفريق وللجمهور كلها مجانا، فكانت الحمد لله البدايه من هنا والعلاقه ممتده وعلاقه جدا. وطبعا انا بقول هي وشايات حكايه العلاقه ما بين او في حاجه بين المهندس هاني ابو ريده ومهندس محمود، العلاقه الحمد لله قويه جدا. المهندس هاني ابو ريده كالعاده يعني الراجل سبورت وداعم للكره المصريه وفي المواقف الصعبه على طول يعني، وهو يمكن هو المنطق النظام اللي بيحسن صوره الكره المصريه بره افريقيا وعالميا الحمد لله. ده ما فيش اي حاجه بشوف عقب، العكس يعني تواجد المهندس هاني ابو ريده موجود كمان في ماتش زي دوت، تواجده مع فريق بلدي فريق النادي الاهلي حاجه كويسه جدا. والعلاقه كمان ما بين الباشمهندس محمود والحاج محمد روروه قويه جدا وفي اتصال على طول كان من قبل السفر وهناك بدعوتهم الكريمه. وكان اصرار كمان الباشمهندس محمود في برنامج الرحله ان اول ما ينزلوا المطار ان هم يروحوا يزوروا الشهداء الاول قبل ما يروح حتى مقر الاقامه او بلد الاقامه. دي كان ليها انطباع كويس جدا على الجمهور الجزائري، ونتمنى ان شاء الله الماتش يطلع بصوره كويسه ما بين شقيقين وبين فريقين اخوين ويقدموا ان شاء الله اداء كويس وربنا ان شاء الله يولي الاصلح ويفوز الاصلح ان شاء الله. صرح برضه المهندس محمود طاهر حاج محمد امبارح ان يعني عوده الدوري هو مطلب اساسي وعدم رجوع الدوري يعني انهيار الكره المصريه، ويعني قال الحقيقه ان النادي الاهلي ككيان كبير ومنظومه كبيره هيبقى عنده استعداد كبير الفتره الجايه ان هو يشارك مع مجموعه من الانديه في عقد اجتماعات وجلسات لرجوع الدوري من جديد. باذن الله طبعا هي عوده الدوري طبعا عوده روح للكره المصريه، بس طبعا هي ليها شويه تداعيات مش لازم قبل نعرف يعني الدنيا اللي حصل والموضوع بس عليه يعني احنا لغايه النهارده احنا في متاهات موضوع اللي حصل في بورسعيد لسه الموضوع لسه في القضاء لسه ما وصلناش لحاجه. ويمكن برضه يمكن بعد موضوع بورسعيد اهتموا شويه بحته الامن والامان بالنسبه للاستادات ولغايه دلوقتي ما تمش يعني العوامل الامن والامان بالنسبه للاستادات لغايه دلوقتي، فلازم يبقى في حاجات قبل عوده الدوري بتامين جميع الاستادات طبقا للشروط العالميه. فدي طبعا خطوه اوليه لازم قبل عوده الدوري ان شاء الله تكون محسومه. بس في حضرتك عندنا هنا استادات معتمده، استاد القاهره، استاد الدفاع الجوي، استاد برج العرب، استاد الكليه الحربيه، كل دي استادات النهارده عندها كل شروط ومعتمده دوليا. بس في شويه اشتراطات برضه يا كابتن سيف لسه احنا لم نستوفيها بعد يعني بالنسبه لكل الخروج البلدات وتنظيم لكل الخروج ما كانش يحصل اللي حصل في الماتش الاخير دوت يعني. لا هو بالنسبه لكمان اللي حصل بتاخدنا لسؤال مهم حاج محمد، يعني امتى ممكن نشوف برضو احنا الحقيقه في احتقان الجمهور مع الانديه وبالذات الانديه الكبيره يعني زي الاهلي والزمالك والرابط هنا والرابط هنا، يعني امتى ممكن نشوف برضو تدخل المسؤولين في الانديه دي مع جمهورهم لحط ميثاق معين او قصص معينه؟ الحقيقه الفتره اللي فاتت دايما تقريبا في كل لقاءاتنا بنشوف يعني خروج عن النص من الجمهور في اوقات كثيره جدا سواء جمهور الاهلي سواء جمهور الزمالك، هل ده مشهد ممكن نوصل فيه لحاجه؟ حضرتك حطيت ايديك على الحته اللي هي فعلا هي اساس المشكله.
العلاقه ما بين الادارات وبين الجمهور او العلاقه او التداعيات او في يعني تبادل الاتهام الدائم ديت. فدي دي موضوع لازم يحسم ولازم الموضوع يتاخد بهدوء اكتر من كده. وضع ان ينفعش الاحتقان اللي احنا بنعيشه ما بين الجمهور ما بين الادارات دي. لازم بقى حاسب ولازم في يعني معلش لو سامحني في الحته دي لازم الشده من اتحاد الكره شويه على قراراته في تنظيميا يعني. لا شده من مجالس الادارات. لا هو شده من مجالس الادارات يا محمد يا عبد الوهاب مش اتحاد الكوره. برافو عليك يا كابتن مصطفى، برافو عليك. منكم منكم يا محمد، وانت تعرف انا بقصد ايه يا محمد. من زمان مش من دلوقتي. الاعداد والعشوات والتذاكر من غير حاجه ومشي حالك. يعني احنا مش عايزين نخش بقى في لا ما انتوا الاساس. ما هو مشهد هنا، مشهد هنا برضه يا حاج محمد، زي يعني لازم نحط كل واحد امام برضه مسؤولياته. يعني لازم مجالس الادارات النهارده تبقى في مواجهه مع جمهورها برضه. الروابط النهارده لازم مجالس الادارات تقعد وتتكلم مع الروابط الجمهورها، يا اما الكوره من الصعب ترجع بدون المشهد ده ما يبقى موجود. احنا لازم يعني انت محمد ابو وهاب عاجبك حارس استاد القاهره وحارس الهدف؟ لا انا ما ده ينفع ده مصطفى ده احنا لو في بلاد الماء وماء مش هنبقى كده. لا عايزين نديه مكافئات المهندس ابراهيم محلب اللي حرق ده يعمل له مكافاه. معلش يا كابتن معلش اتفضل يا حاج. يعني انا بقول لازم يبقى في الحته احنا ما بقاش في حاله عداوه ما بين المجالس الاداره وبين الجمهور، لان الجمهور كل عشقه هو النادي، كل عشقه هو الكوره بتاعته، ده المنفذ الوحيد ليه. فلازم ما تبقاش احنا في حاله احتقان دائم وفي حاله عداوه، لازم يبقى في حدود في اطار الشرعيه. وانا متهيألي يا كابتن سيف ان مع اصدار قانون الشغب الملاعب الامور كلها دي هتحسن وكل واحد يعرف ما ليه وما عليه. بس هو برضه لازم المسؤولين في الانديه يخشوا في الملف ده شويه يا حاج محمد. يعني كل ما بنفتح صفحه جديده مع الجمهور بيخش الجمهور ويولع شماريخ ويعمل ويبوظ. يعني لازم تبقوا قريبين برضه من الناس دي، وقريب برضه الجمهور داخل النادي الاهلي وفي الصاله ومكسر. يعني مشهد الحقيقه بقى صعب برضه. الدخول لازم قالوا كلينك برضه، ما تبقاش الدخول والدخول ونعمل بتوزيع التهامات على الجمهور. الجمهور احنا طول عمر جمهور الكوره ما فيش مشاكل بتحصل. يعني مره واحده بظهر الجمهور وبظهر الجمهور ان هو بالحاله العدوانيه دي حاجات دي ظاهره. طب حساس الحركه يا حاج محمد، هرجع لحضرتك تاني بس مضطر اطلع فاصل اذان سريع وارجع تاني مع الحاج محمد عبد الله. يعني كنا بنتكلم برضو على وجود صفحة جديدة مع الجمهور ومع الروابط مع مجالس إدارات الأندية. يعني كابتن إكرامي مشهد برضو مهم، كنا لسه بنتكلم مع الحاج محمد عواب. رأي حضرتك إيه في الملف؟ يا جماعة الملف ده شائك جدا. وأنا يمكن كان ليا كم لقاء كده مع الولاد بتوع الألتروس أهلاوي، فيهم ولاد كويسين وزي الفل. خلاص في دخلة، في ناس فيهم محترمه جدا فعلا. جدا جدا يا سيف، في ناس دخلوا عليهم دخله خلاص ماجورين. وانا بقول ماجورين وانا بقلب جامد، يعني ماجورين ليهم توجهات سياسيه، هم اللي عاملين المشكله ديت. لكن انت لو جبت الولاد بتوع الالتراس اللي هم بداوا الرابطه دي، طب ليه يا كابتن ما نصنفهمش؟ يعني ليه كويس ما نجيبوش نخليه والوحش مشيه؟ ليه ده؟ يعني هل ده مش معلوم برضه؟ هحكي لك واقعة حصلت. كان النادي الأهلي بيلعب السوبر في استاد برج العرب. مش فاكر كانت فرقة إيه، كسبنا 2-0 وعماد متعب جاب الهدف الثاني. في لحظة عماد متعب ما بيجيب الهدف الثاني اترمى، مش شمروخ بقى، لا اترمى صاروخ على الجول. حديد على الجول. على الجول. نزل جنب الجول. ولد من بتوع الامن، اما هو السوبر الافريقي. ولد من بتوع الامن جري لحق خده وطلع بيه. فانا قابلت مجموعه من الولاد دول بعديها، يا جماعه اللي حصل دوت ده كان كارثه. قال فعلا اكتشفنا ان في الولد اللي عمل الكلام ده واحد تاني دخل علينا واحنا استبعدناهم، فهم عارفين الدخله اللي بيخش عليهم. بس كمان الامن عارف مش هقول الكابوهات بتاعتها او القيادات، لا عارف مين هم اللي بيعملوا كده. فلازم الامن يكون ليه واقفه معاهم. لازم الدوله تكون ليها واقفه. ما الامن ده ممثل الدوله. معانا حاج محمد ابو وهاب تاني. حاج محمد مساء الخير. ومحمد عبد الوهاب كمان. خلينا في ماتش النهارده، ربنا يكرمك يا ابو حميد. نفرح
لا ربنا هيكرمنا ان شاء الله يا محمد. احنا عايزين الاهلي ان شاء الله يكسب النهارده حاج محمد، وعايزين الدوري ترجع، وعايزين امور البلد يعني ان شاء الله تنصلح حالها وترجع بشكل قوي ان شاء الله. باذن الله تصلح حالها يا كابتن سيف ان شاء الله. نزلت حاج محمد انتخابات الشعب ولا لا يا فندم؟ نزلت انتخابات مجلس الشعب ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله في حتتي في الجماليه ان شاء الله باذن الله. قدمت قائمه ولا فرد يا حاج محمد؟ لا انا فردي يعني. فردي حبيبي فردي مستقل ان شاء الله. يا حاج محمد انت داخل الانتخابات؟ ان شاء الله باذن الله يا كابتن اكرامي. وهتمرمطنا وراك؟ انا بتفائل بيك يا كابتن اكرامي بدعواتك. ما انا بقول لك هتمرمطنا وراك يعني ولا ايه؟ واجب عليك ده عشره 40 سنه يعني. طبعا يا حبيبي ربنا يكرمك يا محمد ان شاء الله ويوفقك. بس بالعشاء ولا من غير العشاء؟ انت دايره ايه يا محمد؟ الجماليه بالعشاء المره دي. بالعشاء؟ لا من غيرنا بس بعشاء عليكم انتم. لا بس انا اخد حق ناشف. ربنا يوفقك يا حاج محمد ان شاء الله حبيبي. ان شاء الله يا حاج محمد دعوات كل الناس النهارده لماتش النهارده، وان شاء الله باذن الله يكون في استقبال كويس من كل النادي الاهلي كده وراجع منتصر ان شاء الله. كل فرح مصر كلها وفرح جمهورنا ان شاء الله باذن الله. انا عايز اقول حاجه بالنسبه لمحمد وبالنسبه لاكرامي، يعني احنا بنلعب كره قدم، احنا مش بنحارب. افرض خسرنا هل القيامه هتقوم؟ لا طبعا. لكن احنا ما تمناش ان احنا نخسر، احنا بنلعب كوره. طب حاجه حضرتك تقولها للحاج محمد؟ لا انا بقول لمحمد يعني. لا محمد ربنا يوفقك وشوف هنلف امتى يا ابو حميد بقى. ربنا يخليك ان شاء الله يا حبيبي. التوفيق. وشفيق ومحمود معانا. محمود شفيق ومصطفى شفيق معانا عشان يلفوا. اساسي ايوه اساسي. ربنا يوفقك يا حاج محمد بالتوفيق ان شاء الله، ونتمنى لك كل التوفيق سواء ان شاء الله في الانتخابات سواء مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. في التوفيق النهارده في لقاء مهم جدا. بشكرك شكرا جزيلا حاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره اتحاد النادي الاهلي. انا اسف. ارجع تاني الكلام يا ابو مشاك هنا يا عم ياسر عم الشباب. شوف بقى اكرامي بيقول لك ما بفرحش، انا كنت زيه كده. والنبي هات لنا الرقصه اللي تحت والنبي يا عم ياسر. لا من قال ان انا ما كنتش بفرح. عايزين نقول احنا بنلعب كوره. وزي ما قال اكرامي احنا ظروفنا صعبه بقى لنا 30 سنه ما بنلعبش كوره. وانت قلت لو كرة ما كابتن. انا شايف حضرتك هنا كابتن الفريق ليه صلاحيات معينه؟ كل الصلاحيات. انا 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 اللي كنت بقود الفرقه يعني. انا هيديكوتي جوه. او انا يعني حضرتك مثلا جوه. حضرتك كابتن الفريق كابتن اكرامي ورا حضرتك غلط مش ممكن يزعق لك كده؟ لا بيزعق. مالهاش علاقه. لا مالهاش علاقه. انا كنت 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 لعيب كابتن حسن كان الكابتن بتاعي. وكنت بزعق لكابتن حسن اللي هو عارف ان الخطيب عبد العزيز هو كابتن مصطفى احنا اكرامي احنا ثابت الله يرحمه في الملعب عايزين نكسب. بننسى نفسنا او بننسى كل واحد بينسى شخصه، كلنا بننصهر لمصلحه النادي او لمصلحه منتخب مصر. مصطفى غلط بزعق له، انا غلطت مصطفى بيزعق لي، وهكذا. مش بس ما بنزعقش على موقف النبي. احكي لك على موقف النبي. احكي لك على موقف. كنا بنلعب المحله وتعادلنا هناك 0-0. عبد الدايم والله يرحمه عماشه وعبد الله عمر عبد الله فرقه الله. والسياجي والسعيد فرقه يعني. فلعبوا عندنا في القاهره كويس. بعدين ايه كره طويله فوق الله يمسيه بالخير عمر عبد الله عليها فوق ولا مش فاكر مين يا اكرامي. فانا خلاص اكرامي يعني مش اي حد يعني. فانا رحت سايب اكرامي وماشي، راح اكرامي طالع فوق وجايبها وواقع على الارض وراح مديها لعمر عبد الله. عمر عبد الله جدها في الجول. فبص كده مصطفى، قلت له مصطفى انا مالي. وهفكرك انا برضو بموقف ليه بقى برضو. بنلعب في بطوله افريقيا في نيجيريا، والفرقه مش عارفه تجيب فيها جول خالص. ومصطفى كان يعني مشهور بحته كده بيعملها، كان ليه كل مره كل ماتش يعمل واحده ترقيصه ب 5 جنيه السبعه ديت. فالمهم عمل السبعه اللي قلت له تحت مصطفى خلاص بقى ومشيت معاه. جه يعمل السبعه الثانيه قلبت علينا 8. ده ماتش 1-0. ماتش 1-0 وراح جاي لي حاططها جول. قلت له خلاص يا مصطفى كفايه بقى. قال لي بقول لك ايه ما تتكلمش معايا خلاص. فبقول لك احنا كابتن اكرامي كنتوا بتحبوا بعض جدا. طب ليه ما كبرتوا العلاقات مش كده؟ مين اللي قال العلاقات من وحشه؟ لا يعني دايما في الاعلام دايما المصالح والانتخابات وقصص عملت اختلافات بدون ذكر اسامي يعني. يعني كلهم في النهاية كنتوا بتلعبوا مع بعض، ولكن بقى في اختلافات. من فضلك يا سيف. اتفضل. انت بتوجه الكلام ليا انا. يا فندم؟ بتوجه لي انا الكلام؟ لا بصفة لجيل. بص انا الخلافات أنا معهم انا. من الناس. بص الحمد لله. مفيش حاجة كرامي كلنا مع بعض. الحمد لله من يعني كل الجيل اللي لعب معايا والجيل اللي بعديه او اللي انا اتعاملت معاهم كلهم على مستوى الأندية كلها. الحمد لله مفيش بيني وبينهم أي غضاضة.
والحمد لله علاقتي بيهم كويسه جدا. بص سيف ومفيش مصالح. انا هقول لك انا هقول لك انا عايز اوصل بس للجزئيه اللي انت عايز توصل لها. انا مفيش مصالح بيني وبين اي حد، عشان كده ما بتزعلش من حد. انا بس انا سبب الخلاف بيني وبينهم النادي الاهلي مش هم. يعني مفيش حاجه اي حاجه نهائي ما بيني وما بينهم. وانا قلت ده مرارا وتكرارا، انا الخلاف معاهم على النادي الاهلي حاجات من وجهه نظر انا شايفها مش مظبوطه وهم مطنشين. بس لكن كل ود وكل حب وكل تقدير. لا مش حتى حضرتك يعني، كابتن طاهر برضو مع كباتن معينه، كابتن هنا مع كباتن معينه، يعني كانت دايما امور دايما الكرسي مع الناس دي الكرسي الكرسي الكرسي, الكرسي ابن لذينة. ماشي يا كابتن. كابتن اكرم الكرسي انا برضه الكرسي ربنا لا يعني انا نفسي اقعد على الكرسي ابن اللذينة ده اشوف بيعمل في الناس ايه يعني. لا طاهر ده المصالح، طاهر ده المصالح، طاهر ده من ارجل الناس. المصالح حبيبي الشخصيه طاهر جدع. طبعا المصالح الشخصيه هي مش عايز اقول مصالح شخصيه بس النواحي الماديه لما بتخش في اي علاقه بين اي حد حتى بين الاخوات بتبوظ العلاقه. خلاص لو كلنا تسامحنا مع بعض بس وكلنا يا كابتن اهي طبعا لو كلنا تسامحنا مع بعض وكلنا قربنا من ربنا الامور تبقى زي الفل وكل واحد يرضى بما قسم الله له. يا سلام. لو انت رضيت باللي ربنا قسمه لك وعندك رضا وقناعه باللي ربنا قسمه لك هتعيش مرتاح وهتبص تلاقي انت واللي حواليك زي الفل. بس للاسف الكلام ده مش موجود، مفيش حد قانع باللي ربنا اداهوله، كل واحد بيبص للي في ايد التاني. وربنا يعني عادل وبيقسم الارزاق وعارف ان هو لو ادى الاكرامي اكتر من كده اكرامي يطغى. ولو اداله اقل من كده يطغى. الكراسي بتغير الناس يا كابتن؟ اكيد طب بتغير الناس. وخصوصا معلش مع احترامي بقى، وخصوصا الناس اللي هي مش سويه. يعني ايه مش سويه؟ يعني ما ترباش صح وما عندوش القناعه بما قسم الله ليه. والنهارده انا الكرسي اللي انا حاجي فيه دوت او هقعد عليه دوت انا رايح ليه؟ عشان اخدم الناس ولا اخدم مصلحتي؟ لو اخدم الناس هتلاقي نفسك ماشي صح. صاحبك يا كابتن لما يقعد على الكرسي ويتغير تهاجمه ولا تكبر؟ في ناس كتير. لا كابتن اكرام انت. ايوه ما انا بقول لك في ناس كتير اصحابي قعدوا على كراسي وانا بعدت عنهم بس كده، لكن ما تهاجمش خالص حتى لو حضرتك شايف غلط خالص. اهاجمه بيني وبينه، اقول له لا انت غلطان. وحصل اكتر من موقف مع ناس برضو مش عايز اقول ان الكرسي غيرهم، لا ناس اصدقاء ليا وعشره عمر ووصلنا لمرحله ان انا قلت له لا انت غلطان. وانا ما بخجلش، ولو انا غلطان هعتذر. ما خجلش من حاجه، لان الاعتذار شيمه الرجال. ما ينقصش مني شيء. ولما الاقي سيف غلطان هقول له سيف انت غلطان، مش هيفرق معايا حاجه. لان سيف مش معلش مع احترامي يعني، سيف مش هيجي اول الشهر يديني قرشين اقول اصرف على اولادك، ده ربنا اللي بيرزقني وربنا قاسم لي رزقي. فلو انا خفت من العبد يبقى خلاص هبعد عن ربنا. وانا ما بخافش من العبد. انا الحمد لله قاسم باللي ربنا اداهوني ومقتنع بيه وراضي بيه. لكن لو شفت غلط هقول انه ده غلط. وما يعني ودي مشكلتي ان انا ما بسكتش، لما بلاقي غلط بقول غلط. كابتن مصطفى، هو الفلوس ليها علاقه بالانتماء؟ يعني دايما لما بتتكلموا على جيل زمان تقولوا احنا بص المشهد حضرتك ازاي، كنت على طول مع بعض، كانت القصه العلاقات قويه انتصارات بتاع. الجيل دلوقتي الفلوس كترت قوي، ولكن دايما حته الانتماء ما بقتش موجوده لان طغى عليها موضوع الاحتراف. هو زي ما قال لك اكرامي، اللي رزق بتاع ربنا مش بتاع حد، ربنا اللي بيرزق. لكن لما تبقى شايف غلط بعينيك الحلال بين والحرام بين. لما شايف خطا وتسكت يبقى انت مشارك فيه بمنتهى البساطه، عشان مش عايز ازود في الموضوع ده. لما يجي لك ورق يقول لك خد، تقول له انا ماليش دعوه، يبقى انت مشارك فيه. يبقى انا اسكت ليه؟ لما انت جالك الورق يبقى انا هقول لك انت غلطان في ايه. ما جالك ما انت شايف ده بيعمل ايه وانت ساكت. فبالتالي يبقى هنا ان انا مش حاقد، ولا ان انا زعلان عشان هم بقوا ايه، ولا لا 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 لا، ولا تفرق معايا. والقريبين مني يعلموا ده تماما تماما. لكن انت بتدافع عن البيت اللي انت تربيت فيه. بتدافع عن الكيان اللي عملني لحد ما اموت. انا ولادي هناك في دبي، دول ولاد مصطفى يونس بتاع النادي الاهلي، مش الاعلامي ولا لعيب الكوره، لا ده بتاع النادي الاهلي. هو النادي الاهلي ده مرجعك يا كابتن؟ النادي الاهلي بالنسبه لي زي مصر. مصر بالنسبه لنا ايه؟ وطن. بيعيش فينا،
النادي الاهلي انا بالنسبه لي كده. انا مش عايز اكرر المواضيع القديمه. اتعرض عليا كل اللي انا عايزه وقلت لا. انا النادي الاهلي هو اللي بالنسبه لي مش انا. تكمله لكلام اكرامي. لكن العلاقه اهلا وسهلا طبعا. انا حاجه شخصيه ولا الهوى. ولا الهوى. حتى لما قلت جمله على التلفزيون الناس فهمتها غلط. الاسبوع اللي بعده طلعت اعتذرت قلت ما اقصدش فلان وفلان. وفلان انا بقصد فلان وفلان وفلان كده بوش على طول يعني. لكن بص زي ما اكرامي ما قال بس هو قالها بالشياكه شويه. حينما تتحد المصالح كله يهون. واحد النهارده كان بوش بعدها بشويه ليه مصلحه معاك قلب الوش وجالك تاني. انا مش كده. انا ماليش في السكه دي خالص. انا ما بحبش سيف وما بحبش سيف. انا زعلان من سيف ابقى زعلان من سيف. ما ينفعش ابقى زعلان واجي مش عارف ايه وانا اعلم ان الطرف الاخر بيكرهني مثلا جدا او بيكره الطرف الاخر جدا. لكن احنا ما تتحد المصالح. وهي دي مصيبتنا في بلدنا. دي مصيبتنا ودي كارثتنا في بلدنا. في كل مش بتكلم علينا احنا كرياضيين ولا كوره ولا انديه ولا اتحادات ولا كل البلد كده للاسف. للاسف. ليه حضرتك دلوقتي سخنت شويه الحاج محمد ابو في موضوع الجمهور؟ قلت له عشان هم يعني هم اللي عملوا الجماهير. هم والمجلس اللي قبلهم هم اللي عملوا الناس دي. هم اللي قووا الناس ديت يا سيف يا زاهر. مانويل جوزيه كان بيعزمهم في الماريوت على حساب النادي الاهلي كل يوم 15 20 واحد بيقعدوا ياكلوا ويروحوا والنادي الاهلي بيدفع. تتكلم في ايه؟ هم اللي عملوا الناس دي. وهم اللي شالوا حسام البدري وجابوا مانويل جوزيه تاني بقى قاعده في بتاع لما خد على دماغ ابوه هناك في جده. ما لقاش الجو هنا. هنا بيشتم صحفيين ماشي، بيشتم مش عارف ايه ماشي، بيقل ادبه ماشي. ما هو ده. راح جده لا لا في ناس محترمه بتشتغل. في ناس تقول لك لا اقف عند حدك. لا اربع خمس ماتشات و100 الف ريال. فلقى نفسه فلا ارجع بقى. وهو بيجي ليه؟ عشان الفلوس بتاعته؟ طب اشمعنى التوقيتات الماتشات اللي بيجي فيها؟ هو راح فين بعد النادي الاهلي؟ ولا حته. ولا هيروح. وفشل في كله. النادي الاهلي مؤسسه. انا مختلف معاهم مع اللي قبليه اللي قبل المجلس ده صح. لكن دي مؤسسه. هو ده الاحترام. والناس دي عملت انجازات. والناس دي عملوا اللي ما حدش هيعمله. النادي الاهلي مؤسسه. صالح سليم بص احنا كنا بنتناقش مع ناس صحابنا في السعودية. صحابنا يا كابتن انت انت مقطع كل الناس اللي بنجيبها ضيوف في الاستوديو وتمسكوا ما جبتش واحد زملكاوي وجالنا تاني؟ لا دول حبايبي حازم وميدو وبتاع حبايبي انت عارف وطارق وبتاع طب سؤال يا كابتن في يعني في كلام جريده النهارده تعني له ايه البطوله؟ اخدها او ما خدهاش؟ انا برضو انا كراجل بتاع كوره لا يعنيني البطوله. يهمني طبعا في جزء لكن في جزء اهم. هو عمل تطوير في الفرقه ولا لا؟ هو اضاف للكره المصريه ساعات ولا لا؟ ساعات بيبقى مهم البطوله. بقول لك مهمه بس هو مش انا حكيت لك قبل كده احنا كنا واخدين دوري وكاس. طب هنروح حضرتك سريع لمهيب من الجزائر نعرف اخر الاخبار. اتفضل يا مهيب. عايزين نعرف الاحتياطي مين. انا شايف مدرج اهو في جمهور مصري يا مهيب. يا مهيب هو مهيب معانا يا جماعه ولا راح فين؟ طيب ماشي اتفضل يا كابتن. انا شايف جمهور. اهلا بيك كابتن سيف. جمهور مصر معاك يا معاك معاك اتفضل يا مهيب اتفضل. انا مش فاهم حاجه. ده اعلام جزائري ومصري. ايوه الاثنين في نفس المدرج. الاثنين لا ده اللي معاك يا بوبس معاك يا كابتن سيف. يعني احنا زي ما احنا شايفين ملعب المباراه وجماهير مصر مع جماهير الجزائر في مدرج واحد واجواء جميله جدا هنا. لكن ابتدت الامطار تسقط على استاد البليده. يعني ربنا يستر ان شاء الله. لكن جو جميل جدا. لكن هو الامطار ابتدت يعني تسقط كده الامطار يعني خفيف شويه. الاجواء ممتعه جدا. تامين كان غير عادي لبعثه النادي الاهلي حتى الوصول الى ملعب مصطفى شاكر. جماهير مصر الجميله الموجوده هنا هنحاول نطلع لها نعمل معاها بعض اللقاءات ونعرف كل الانطباعات وردود الافعال هنا في استاد مصطفى شاكر. معاك كابتن سيف لحظه بلحظه من استاد شاكر ومباراه الاهلي ووفاق سطيف. زي ما احنا شايفين يمكن الجماهير لو لفينا كده الجماهير مش كتير قوي ومش قليل قوي. يمكن المدرج المقابل اللي هو بنسميه مدرج الدرجه الثالثه
لم يمتلئ على اخره ساعه معينه. تم طرح 24,000 تذكره، المتواجد قدامنا حوالي كده يمكن بالتقريب من 8,000 متفرج موجودين في استاد مصطفى شاكر. اجواء جميله جدا، لكن لو الامطار بنفس المنسوب اللي نازله بيه يعني ربنا يستر ما تزيدش عن كده، لان طبعا دي اجواء هم بيعرفوا يلعبوا فيها كويس. وزي ما قلنا يمكن التشكيل وصل لك كابتن سيف، بتصورني ليه؟ زي ما احنا شايفين جماهير مصر موجوده، انا عايز الف لهم والله، كلهم عايزين متواجدين بيأزروا النادي الاهلي طبعا بصورة كويسة جدا جدا جدا. ويمكن اتفاجئت بالعدد اللي موجود دوت من بتروجيت زي ما احنا شايفين، ومن كل حتة من المقاولين العرب جميلة جدا، وفي جماهير جزائرية متواجدة معاهم في المدرج، جو جميل جدا هنا. مباراة ان شاء الله نتمنى ان هي وادي المقاولين العرب بالفعل والشركات كلها والعمال المصريين الجمال وبيحيوا الشعب الجزائري الشقيق، وشايفين اللوحات الموجودة. هنحاول كابتن سيف نطلع لهم نعمل معهم بعض الحوارات واللقاءات. معاك الصورة كابتن سيف، اتفضل. ماشي، يعني مستمرين معاك يا مهيب ان شاء الله، ونحاول برضو نجيب الناس وتعبيراتهم. الحقيقة شعور طيب جدا، وعي كبير جدا من الجمهور ان هم يعملوا بانرز بالشكل ده عليه الجزائر ومصر، ويعني واضح ان هم بيوصلوا مسج، يعني واضح ان هي بداية كويسة. كابتن اكرامي، هو طبعا نتيجة للاحتقان اللي كان الفترة اللي فاتت، وان الاحتقان اللي كان موجود دوت كان بسبب اشخاص وليس بسبب حكومات او شعوب، فالحمد لله طبعا الاحتقان دوت على ما اعتقد ان هو زال، وان شاء الله المباراة تخرج بسلام. مين اللي يكسب مين اللي يخسر مش هذه القضية. وعلى فكرة ده يمكن أول سوبر يتلعب في أفريقيا عربي خالص 100%. فأتمنى طبعا أن الشعب الجزائري شعب ليه مكانة في نفوسنا كويسة قوي، وإحنا على ما أعتقد لنا مكانة في نفوسهم. فأتمنى إن شاء الله أن الاحتقان اللي كان موجود دوت راح الحمد لله، والأمور ترجع لطبيعتها بين الأشقاء إن شاء الله. كابتن مصطفى، يعني عندي بس حاجة ملحوظة غريبة شوية تعقيبا على كلام الكابتن إكرامي. فعلا موضوع الجزائر والخلافات اللي كنا بنسمع عنها، والقصة اللي سمعناها هناك، والمشاكل وأزمات المصريين في السودان، وقصة ما تعورش واحد، يعني ما فيش واحد طلع على الشاشة قال أنا اتعورت. واللي احنا بنعيشه دلوقتي من الدم والمؤامرات على مصر وفي الماتشات والحوادث اللي بنسمعها، ايه ده؟ والله احنا اتضحك علينا، ويعني من ضمن الحاجات اللي اتقالت لي واحد مهم، مش هم نقول اسمه بس ايه، بس ده رد قوي فعلا، اتضحك علينا. ايوه، لما واحد مهم يقول لك الحقونا يا جماعه احنا مش عارف ايه، انا عارف، وهم قاعدين بيتعشوا، انا عارف أنا. واحنا بنموت، انا عارفه ده، احنا بنموت. انت ده جاري خلاص، ايوه قدامك. الحقونا يا جماعه احنا بنموت، واحنا قاعدين في بيوتنا مش عارفين حاجه. فبالتالي احنا اتضحك علينا من الاخر. انا عايز ارجع للموضوع الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه. اتفضل. في ثلاث لعيبه النهارده مشوا ببلاش وجم بملايين. شريف اكرامي نمره واحد كان جاي ببلاش، ما رضوش ياخدوه، راح الجونه. اكرامي يقول لك جبت كام مليون. حسين السيد نفس القصه. مؤمن زكريا نفس القصه. مؤمن زكريا كنت انا بمرنه وقلت لهم يا جماعه الواد ده ما يمشيش، ده هيلعب منتخب مصر. فادي من ضمن النوعيات. بس انت يا كابتن بنفتح الحته دي، انت بتسخن يا سيف يا زاهر، خليني ساكت حبيبي يا كابتن. حبيبي يا سيف، نروح الجزائر سريعا، ومهيب اهو مع الجمهور. اتفضل يا مهيب. شكرا 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 ليك كابتن سيف، شكرا لكل ضيوفك الكرام. احنا من المدرج الخاص للنادي الاهلي، طبعا الجماهير جميله، جماهير مصر في الجزائر، ويمكن كان في جماهير مقاولين العرب. ماشي، قول لي النهارده انتوا اكيد سعداء بوجود النادي الاهلي. جدا 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 بمصر والنادي الاهلي وكل العمال وشركة المقاولين العرب جايه ورا مصر للنادي الاهلي. 1 2 3 فيفا الارجنتين، 1 2 3 فيفا الارجنتين، 1 2 3 فيفا الارجنتين. 13 سنه في الجزائر، الحمد لله ما حصلليش اي مشكل هنا، الحمد لله الحمد لله. احنا بنشجع الجزائر وبنحييها، احنا هنا في بلد امنه
وتحيا مصر، وان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تحيا مصر تحيا مصر. مرحبا بكم بالجزائر، مرحبا بكم بالجزائر، وانا اللي متمني نشوف قناه الاهلي. نشكرها نشكرها نشكرها، نشكر قناه كابتن منيب. احنا تبع شركه اوراسكوم. اهو احنا تبع شركه اوراسكوم وجايين نصر نادي الاهلي. وتحيا مصر تحيا مصر. احنا تبع شركه الحقيقه كابتن. بنشكر هنا الامن بصراحه، مأمن الدنيا كلها، وبنشكر الجماعه في الجزائر هنا، وان شاء الله نتمنى الفوز للاهلي. وتحيا مصر وتحيا الجزائر. شركه هنا شركه بتروجيت. احنا بنتمنى تكون دي مبادره صلح ما بين الفريقين وبين البلدين ان شاء الله. بس السلام عليكم. انا جزائري في وسط اخواني المصريين، 1 2 3 في فالالجير. يعني مصر وجزائر، مصر وجزائر. ايد واحد اهلي اهلي تغطية الحقيقة، يعني تغطية حية وتغطية خاصة من مدرجات النادي الأهلي قبل لقاء النادي الأهلي في النهائي سوبر الأفريقي. في النهاية بشكر الزميل مهيب عبد الهادي على المجهودات الكبيرة والتغطية الخاصة من الجزائر. أيضا بشكر ضيوفنا نجومنا كابتن مصطفى يونس اللي دايما مشرفنا منورنا، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. شرفتنا ونورتنا. شكرا كابتن سيف وسعيد، وربنا ان شاء الله يفرح الشعب المصري النهارده ان شاء الله. حبيبي يا كابتن بغض النظر، يعني انا عارف ان في حته كده اديها لك، بس انا عارف انت حفظتني خلاص. طبعا طبعا عشرة يا كابتن عشرة. أيوة. وحش افريقيا ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن اكرامي، بشكر حضرتك شرفتني ونورتني، وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ولشريف النهارده ان شاء الله. ربنا يكرمهم ويرجعوا لنا ان شاء الله سلام ومنصورين باذن الله ان شاء الله. انا كل ما اسال كابتن مش موضوع ده حركته تضحك، فمش قادر ابص لك، ببص كده بس. عارف مصطفى. بشكرك كابتن، شكرا جزيلا، شرفتوني ونورتوني. يعني خلصنا تغطيه زي ما قلت لكم، تغطيه خاصه على مدار 3 ايام داخل عبر شاشه الحياه. ان شاء الله باذن الله كل امانينا والتوفيق للنادي الاهلي في لقاء السوبر الافريقي، وان شاء الله باذن الله معاكم حلقه بكره خاصه من حلقات الملاعب اليوم الساعه 6 ان شاء الله. أشوفكم على خير، وإن شاء الله نقول مبروك للنادي الأهلي. السلام عليكم.